بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأهلي خط أحمر. أهلا بيك يا أسامة. أهلا بيك يا فارس، وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وكل متابعي برنامج الأهلي خط أحمر. بيبو بيبو بيبو، الله يا خطيب، كابتن محمود الخطيب بنقول له سلامات، ألف مليون سلام عليك. رغم وجعك ورغم ألمك بتحاول تقف مع النادي الأهلي وبتحاول تحافظ على حقوق النادي الأهلي، وبتتعرض رغم كل ده لمحاولات تشويه ممنهجة وحملات متعمدة. وبنقول لك يا كابتن محمود، كابتن صالح سليم المايسترو، كابتن حسن حمدي، كلهم تعرضوا لحملات تشويه ولكن فضلوا رموز عظيمة مكانتهم في قلوبنا ثابتة. بالتأكيد يا فارس، عندنا رموز عظيمة والكل جيل بيكون له أسطورة، وأعتقد كابتن محمود الخطيب هو أسطورة كل الأجيال. مين منا ينسى فكرة أو آخر جملة قالها قبل ما يودع الملاعب، وجملة ألف شكر. الكلمة اللي أطفال كتير وأنا واحد منهم بالفعل أبكت ملايين وعاشت في ذكرانا وهتظل عايشة في ذكرانا، فكرة ألف شكر. إحنا اللي لازم كل يوم نقول للكابتن محمود الخطيب مش بس ألف سلامة، لا كمان ألف شكر. ولكل من يتطاول على كابتن محمود الخطيب، أرجوك توقف عن تشويه صورة ذهنية كبيرة جدا في عقول أطفال. أنت مش بتشوه رمز قد ما أنت بتشوه طفولتنا. وعايزين نأكد على حاجة كمان يا أحمد، إن كابتن محمود الخطيب مش أسطورة في الملاعب بس، رئيس المكتب التنفيذي في أهم سنوات للنادي الأهلي في حصد البطولات، ورئيس النادي الأهلي الأكثر نجاحا بالمقارنة بأي رئيس نادي تاني خلال الفترات والسنوات الأخيرة. بالتأكيد يا فارس، ألف سلامة كابتن محمود الخطيب، ملايين بيدعوا لك. حتى أنا بيجي لنا فيديوهات بعضها كمان من الحرم الشريف، ناس بتدعي وبتصور فيديوهات بالدعاء لحضرتك. إن شاء الله ترجع لنا بألف سلامة بإذن الله، وترجع لكل جماهير النادي الأهلي. أعتقد لا خبر أو لا حدث يعلو فوق تأجيل مباراة القمة. اتحاد الكرة بيفاجئنا يوم الثلاث بالليل وبيقول تم تأجيل مباراة القمة بسبب خطاب أو دواعي أمنية، زي ما تم طبعا عرضه في موقع اتحاد الكرة الرسمي. أعتقد فارس حدث يعني كتير جدا، أثار لغط كتير جدا، وكمان النادي الأهلي بعد يوم قدر ان هو يطلع بيان اعتقد لقى ردود افعال واسعه جدا على مستوى كره القدم المصريه. طبعا يا احمد، يمكن التوقيت بتاع بيان اتحاد الكره اللي صدر في وقت متاخر بتاجيل المباراه كان مش مفهوم فيه حاجات كتير جدا، بس اللي مفهوم كويس قوي واللي محتاجين نقف عنده بشكل واضح هو بيان النادي الاهلي. بيان النادي الاهلي اللي اثنى على الامن وأكد أن 23 وفد من مختلف الدول الإفريقية كان موجود في بطولة كاس الأمم، وكان التعامل الأمني معاهم والحضور الجماهيري في المباريات شيء مشرف. ولكن النادي الأهلي كان يأمل في إقامة المباراة بتاعة القمة زي ما كان الأمن قادر على الحفاظ على مباراة السوبر والخروج بيها لبر الأمان، ومع ذلك احترم النادي الأهلي الملابسات الخاصة بالأمن، لأن أكيد ده دور النادي الأهلي الوطني. ولكن ده ما يمنعش أبدا أن القرار الأمني ما يصادرش على قرار النادي الأهلي أو رؤيته لموقف اتحاد الكورة واللي شرحها النادي الأهلي في بيان واحد. والنادي الأهلي وضحها، قال أن ما ينفعش نستغل ده أو نبني على ده ما هو يؤدي إلى عدم انتظام المسابقة. والحقيقة السوشيال ميديا بالتحديد تفاعلت مع القرار بتأجيل المباراة، وكان لها أسئلة مشروعة جدا. زي ما قلنا 23 وفد جاي ينظم يشارك في بطولة أمم أفريقيا، قدرنا إن احنا نأمن الكلام ده. مباراة بحضور جماهيري السوبر المصري، قدرنا نأمن الكلام ده. أشياء كتيرة جدا، وحتى المبررات اللي كانت بتصدر من الأطراف المتنافسة على فكرة أصل ممكن شباب وتجمهرات المباريات الأوروبية يوم 3 و4 بنلاقي مصر كلها والقهاوي كلها ممتلئه. فاعتقد دي كانت مباريات احنا بالفعل محتاجين نفهمها، ولكن النادي الاهلي اكد على خلاص احنا الصوره الامنيه خلاص متفقين معاها، وما يراه الامن ربما احنا لا نراه، وبالتاكيد احنا لا نراه، ولكن ده لازم لا يؤثر بقى على قرارات اتحاد الكره اللي بالفعل بدات بمباراه الزمالك ونقول العرب اللي القرار يطلع الساعه 1:30 بالليل في تخبط واضح جدا. النادي الاهلي عايز يوقف هذا التخبط من البدايه. لازم فارس المسابقه تنتظم من البدايه، واعتقد ده حق مشروع تماما مش بس للنادي الاهلي، اعتقد لكل
من هو مسؤول داخل منظومة كرة القدم المصرية. بالظبط، النادي الأهلي في بيانه بشكل واضح بيحافظ لاتحاد الكرة على اللي هو قاله. النادي الأهلي في بيانه لو أدركنا البيان بشكل واضح خلاص مشكلة الأمن انتهت، ولكن ده ما يترتبش عليها قرارات مغلوطة تبدأ تحمل تبعاتها لقرار الأمن. بمعنى أنت اللي قلت بشكل واضح في بداية وجودك إن مباراة القمة هتقام مش بشكل في نهاية الدور الأول أو زي ما كان بيتعمل قبل كده، أنت قررت من عندياتك إن المباراة هتكون في الأسبوع الرابع، لأن أنت شايف كاتحاد كرة أكيد كنت متكلم وعندك معلومات إنك تقدر تنفذ ده، قدمت نفسك بشكل شيك قوي بإن أنت محترف بإن كل اللي حصل قبل كده مش هيتكرر، ومع بداية أول مشكلة خرجت علينا الساعة 1:30 بعد منتصف الليل بتقول لنا ان مباراة المقاولين والزمالك هتتلعب مكان مباراة النادي الاهلي، ومباراة القمة ملهاش ميعاد محدد هنتم تحديدها فيما بعد، وحطيت الجميع في ازمة. كان لازم النادي الاهلي اللي اكتر نادي بيتعرض لتشويه واتهامات بسبب سوء ادارة المسابقة اللي هو في كل الاوقات لما كانت منتظمة كان هو برضو البطل، كان لازم يقول لك لا ستوب، في بيان، في تحفظ، لازم الأمور ترجع لنصابها الطبيعي. بس أنا عايز أتوقف عند نقطة استكمالا للحوار اللي هي نقطة الاحتقان. أنت قدرت توصل للأمن إن في احتقان بين أقطاب أو قطبي الكرة المصرية وإن الأمر ده يستدعي تأجيل المباراة. طيب لما أنت وصلت لمشكلة التأجيل وهي الاحتقان، طب ما وصلتش لسبب الاحتقان؟ ما وصلتش ان عندنا متغيرات كتير جدا على مدار السنوات الاخيره اخر 10 او 15 سنه وفي ثابت واحد. بالمناسبه مباراه القمه اتاجلت قبل كده سنه 2005 وبرده كانت لدواعي امنيه، وحصل الموقف ده تحت في عهد الكابتن حسن حمدي وفي عهد رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور. الامر بيتكرر 2019، يجوز الاحتقان سوى كابتن محمود الخطيب برغم ان كابتن محمود الخطيب ما فيش اي تصريح ليه ممكن يثير غضب الجانب الزمالكاوي او حتى تعرض للمنافس باي شكل. طيب ده كابتن محمود الخطيب. طب الباشمهندس محمود طاهر كان برضو بيثير او بيؤدي الى الاحتقان؟ ما حصلش. كابتن حسن حمدي بيؤدي الاحتقان؟ ما حصلش. يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره وتصريحاته اللي ممكن تستفز الجانب الاخر. طيب بالنسبه للعبد العزيز عبد الشافي، كابتن عبد العزيز عبد الشافي، بالنسبه للكابتن علاء عبد الصادق، الناس دي كلها تعرضت لحملات ممنهجة وسب وتطاول على مرأة ومسمع من الجميع. يجوز الإعلام هو سبب المشكلة؟ يجوز كابتن أحمد شوبير ولا الكابتن هاني حتحوت ولا الكابتن إبراهيم إبراهيم فايق؟ كل الأقطاب دي أو كل المتغيرات دي لها أزمة ولها مشاكل وتعرضت للسب والتطاول، ده غير طبعا اللي بيحصل في قناة النادي الأهلي. كل المتغيرات دي ما لفتتش انتباهك هو إيه سبب الاحتقان؟ طيب أنت بنفسك لما تطلع تؤكد ورئيس لجنة الانضباط يؤكد ان اي حد هيتجاوز في المنظومة كلها يتعاقب، ولما تسمع بنفسك اهانة رئيس لجنة المسابقات وما تتخذش اي اجراء، هل انك لما ما تعاقبش المخطئ انت كده ما بتعملش احتقان؟ لا، انت كده بتعمل احتقان. والحل مش في انك تأجل المباراة، الحل انك تحط لوائح وتحط معايير يتم عليها عقاب المخطئ، ونرجع تاني تبقى المنافسة زي ما قال الكابتن محمود الخطيب في الملاعب. ما ينفعش أبدا الرياضة تنتقل من ساحات الملاعب لساحات المحاكم، لا ينفع حد يقودنا لكده ولا يجبرنا على كده. فالحل إذا كنت عايز تأدي لمسابقة محترفة ومحترمة لازم يكون في عقاب، ولازم يكون الرياضة تنافس شريف وليس نزاع في المحاكم. أعتقد موضوع لازم يكون أو أمام كل الجهات المسؤولة، عشان فعلا احنا عايزين الرياضة للرياضة وعايزين نتكلم كورة وعايزين المباريات والمسابقات تنتظم، ولا انت شايف يا فارس؟ معاك ومتفق معاك يا أسامة، وهو السر الذي يعلمه الجميع. كلنا عارفين الأسباب الحقيقية للاحتقان، كلنا عارفين زي ما قلنا في عنواننا ثابت واحد ومتغيرات كتيرة، كلنا عارفين ليه الأمور بتروح للتعصب، كلنا عارفين ايه السبب الحقيقي. وعشان كده رسالة لنقادنا الرياضيين والقامات اللي احنا اتعلمنا منها طول الوقت
وهي موجودة وبتكلمنا عن الأدبيات بتاعة الكرة المصرية وإزاي نتعامل مع الرياضة بمفهوم حقيقي وتنافس. أنتوا ليه ساكتين؟ أنتوا بتيجوا لما تكتبوا مقالاتكم حاليا بتكلمونا عن أزمات مصارة، إنما ما بتكلموناش عن السبب الحقيقي خلف كل ده. محدش فيكوا بيقول جاء الوقت إن احنا نتوقف، جاء الوقت ان كلنا كمنظومه رياضيه نقول ان في سلوك غير رياضي بيحصل ولازم نقف عنده. كلنا عارفين الاسباب يا اسامه، ولكن مش كلنا عندنا الحل، ونتمنى اللي عنده الحل هو اللي يقدر يتدخل. ولكن يا اسامه، من حاجه غير الناس متفقه على اسبابها نيجي لحاجه الناس ما شافتهاش بشكل واضح. لجنه المسابقات، الاستاذ حسام زناتي حصل ان هو اتكلم في موضوع مهم جدا جدا لازم نقف عنده. فمش بس لازم نقف عنده، ده كمان يعني موضوع مثير غير طبيعي. وما تفجرش ان يكون في عقوبه بدون لائحه، وان الانديه عليها انها تتخذ الخطوات، ولو ما تتعاقب ما تسالش انت تتعاقب بكام، انت ونصيبك بقى. جالك العقوبه 50,000 او جالك العقوبه 100,000، ده تعرفه بعد العقوبه. ده كلام، الكلام ده مش كوميدي، الكلام ده مش احنا اللي بنقوله، الكلام ده بالفعل اتقال. ويمكن زي ما حضراتكم شايفين كيف عاقب اتحاد الكره الجميع بدون نشر لائحه لجنه الانضباط اللي سال عنها الكابتن سيد عبد الحفيظ وقال انها ما وصلتناش لغايه دلوقتي. بالزبط. نادي في مسابقه ما جاتلوش لوائح او معايير العقوبات في لجنه الانضباط. خلينا نحكي للناس الحكايه بشكل واضح. لما كابتن سيد عبد الحفيظ زي ما اسامه بيقول لكم قال ان لجنه الانضباط او الاتحاد المصري لكره القدم ما ارسلش ليه اللائحه الخاصه بالعقوبات، خرج استاذ حسام الزناتي في حوار مع موقع جمهور النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي، اتكلم في فكره ان انت كنادي مش معني بفكره العقوبه، وده كلام غريب جدا وفي منتهى الخطوره. انت كنادي مش معني بالعقوبه، انما معني بفكره انك ما ترتكبش الخطا، بمعنى انك لو مدير فني ما حضرتش بعد المباراه المؤتمر انت مالكش دعوه العقوبه هتكون قدرها ايه، انت لك علاقه انك فقط اخطات. وده ميزان بيفتح حاجه غريبه جدا لكل الانديه، ان انت كنادي ممكن فجاه تلاقي عقوبه بتتوقع عليك وانت مش عارفها، وده اصلا شيء حتى اللي فاهم قانون ما ينفعش يحصل. انت لازم بتكون عارف العقوبه، لان من امن العقاب اساء الادب. وده كمان بيفتح باب مهم جدا للتلاعب بفكره يا احمد اللي احنا كنا بنتناقش فيها، ان انت كنادي انا صدرت عقوبه، انا كنادي اخر مش عارف اضمنها منين، هل دي العقوبه اللي كانت انا اضمن منين لما انت تيجي تقول لي عقوبتك 100,000؟ طب انا اضمنها منين؟ الحاله الوحيده اللي احنا نقدر نحط فيها ميزان للعقوبه ونقدر نفهمها لما تكون عقوبه مشابهه، زي ما مثلا عملت عقوبه على شيكابالا 100,000 جنيه او 50,000 جنيه، عملتها على حسام عاشور ورمضان. طب في عقوبات تانية هنعرفها منين؟ زي ما تجاهلت مثلا عقوبه طارق حامد اللي كان عنده انذار لسوء سلوك، واحنا ما نعرفش اللائحه بتنص على ايه، هل هي من مباراتين لاربعه زي الموسم الماضي ولا زي ما انت غيرتها وبقيناش عارفين اللائحه ايه بالظبط. فموضوع حتى سؤالك ان الكلام ده بيدور في الفيفا او في الكاف، لا الفيفا والكاف الموضوع مختلف وبيعرضوا كل اللوائح. لو الاول ده الشيء الاول بتاع التفسير بتاع انا ما قلتش العقوبه لسه ما ارسلتهاش للانديه وهرسلها، اذا كان ده خطا فالتبرير خطيئه. اللي اتقال بقى في كتبرير، لا انت كانديه انا مش هرسل لك العقوبه. ليه؟ لان او مش هرسل لك اللائحه ليه؟ لان الفيفا نفسه ما بيعرضش لوائحه، والانديه الخاصه بالعقوبات ما بتقدرش تكون عارفه العقوبات بتاعتها، انما بتلاقي لما القرار بيطلع. الكلام ده مش حقيقي. الفيفا لو دخلت على الموقع الخاص بيها هتلاقي دي اللي معروض على الشاشه، دي اللوائح الخاصة باللجنة الانضباط والعقوبات من 74 صفحة، ال 74 صفحة فيهم كل ما يتعلق بالعقوبات. فحضراتكم قدمتوا نفسكم لينا كناس محترفين، احنا كان عندنا تحفظات في البداية ان احنا الاشخاص ما كانش لها سابقة معروفة بالنسبة لنا نقدر نقيمهم، فتقال والله استاذ حسام الزناتي كان مع كابتن محمد فضل في بطولة الامم الافريقية وهو محترف ومطلع. هل ده اطلاع؟ هل ده احتراف؟ انا بتكلم في نادي بيلاقي عقوبه ومش عارف عقوبته ايه. في مشهد للفنان العظيم عادل امام، اصحوا موسم صيد البط بدا، انا حاسس اصحوا موسم العك من اتحاد الكوره بدا. اللجنه المحترفه
يعني نتمنى يكون في احترافيه احترافيه وموسم صيد البط ينتهي سريعا. الاحترافيه دي بتيجي يعني. مع اعلان مصطفى مراد فهمي عن كتاب والده كان كاتبه سنه 54 55. الكتاب محطوط فيه، ايوه بالظبط، محطوط فيه الدوري هيبدا امتى والاسابيع امتى ومين هيلاعب مين وهيخلص امتى. ده كمان ايه الحكام اللي هيحكموا المباريات دي، كل مباراه متسكن ليها حكم، ده سنه 54 55. ولكن هو واضح كده ان الافه هي افه الانتماء، بعض الانتماءات او بعض الناس اللي بيقعوا تحت سيطره الانتماء ممكن يدمروا اي شيء احترافي. حتى في موسم 54 55 في سابقه برغم النظام اللي محطوط ده، لكن سابقه حصلت الغت بطوله او مسابقه الدوري، وفي مباراه وهي مباراه الاهلي والترام اللي كان الحكم حسين امام واللي كان حامل الرايه حلمي زموره، حصلت ازمه في المباراه، حلمي زموره كان شايف او كابتن حلمي زموره كان شايف ان في لاعب من الاهلي لازم يطرد، كابتن حسين امام حكم المباراه اللي هو زملكاوي بالمناسبه كان شايف ان هو يستحق الانذار، انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي 3-1، يسكت بقى كابتن حلمي زموره؟ لا، يروح وهو سكرتير لجنه المسابقات يقدم شكوى في حسين امام الحكم ويحاول ان هو يعيد المباراه ويصدر قرار من لجنه المسابقات باعاده المباراه والنادي الاهلي يعترض. المهم الازمه دي ترسى في النهايه ان يتم الغاء الدوري اللي محطوط نظامه من 54 من اول الموسم بسبب ميول وبسبب انتماء. البعض بيقول ان اللجنه دي جايه قدامها سنه فقط لا غير وجايه بتقدم نفسها بشكل احترافي، لكن رساله او همسه كده في اذن الاستاذ عمرو الجنايني، اخشى ما اخشاه ان يكون الانتماء او الميول يؤثر على قراراتك. انت صحيح مش هتخش انتخابات اتحاد الكره، لكن انا خايف يكون الميول بيكون بيغازل انتخابات أندية أو انتخابات أخرى غير اتحاد الكرة. احنا في بداية الاختيار قلنا عندنا تحفظات، ولكن ما زلنا بنلتمس حسن النية وما زلنا بنؤكد ان ممكن قوي نحيد عن الخطأ الحاصل ونرجع للطريق الصحيح عشان تكون المسابقة بتدار بشكل احترافي. على فكرة النادي الأهلي كان في بيانه واضح في نقطة في حتة الاحترافية اللي أحمد كان بيتكلم فيها، أنا ما بقولكش أنا بفسد المسابقة، أنا بقولك بشكل واضح حافظ على النظام اللي أنت قلته، مباراة الزمالك تكون في ترتيبها عشان ما نرجعش ندخل في دوامة. بس تبعات قرار وبيان النادي الأهلي كانت مختلفة. الأستاذ فرج عامر كان ليه تصريح مهم جدا محتاجين نقف عنده، اتكلم نقدر نعرض صورة التصريح، وقال قرار النادي الأهلي به منطقية وهذا حقه، لكنني لن أستطيع أن أفعل مثل ما يفعل الأهلي، لأنني لو فعلت هذا سيتم تطبيق عقوبة على فريقي وهبوطي للدرجة الثانية. ده نص الحق. الحق إنك حضرتك شايف إن موقف النادي الأهلي قوي ومحترف وفي صالح الرياضة المصرية، إذا الموقف هيكون جماعي، محدش هيجي يقول لسموحة أصل أنت هتهبط بس النادي الأهلي مش هيتعرض لعقوبة. الموضوع يستدعي تكاتف كل الأفراد اللي بيحافظوا على الكرة المصرية. والله النادي الأهلي ما أخد الموقف ده لأسباب تخصه، ده هو بيلعب مع فريق زي نادي الزمالك اللي المفترض إن هو المنافس. النادي الأهلي بيحافظ على فكرة المسابقة، النادي الأهلي حاول ينقذ الأمور متأخرا السنة اللي فاتت يا أحمد، ولكن كان بعد فوات الأوان لأنه قلت لنا ضيق الوقت وبطولة الأمم. النادي الأهلي ضرب جرس إنذار مبكر جدا لكل عاقل في الرياضة المصرية. لا، والأهم اللي كان بيتهم النادي الأهلي بالمجاملات ودوري الدواعي الأمنية ودوري المؤجلات، النادي الأهلي هو اللي من البداية اللي بيقول أنا مش عايز الكلام ده، أنا عايز انتظام للمسابقة. أنتوا بقى ردود أفعالكم اختلفت، ده موضوع مختلف تماما. لكن الحقيقة وانا مش عايز احصر الموضوع في بيان النادي الاهلي وانها قضيه النادي الاهلي، لان بالفعل هي مش قضيه النادي الاهلي، هي قضيه الرياضه المصريه، هي قضيه الدوري، هي قضيه المسابقه المنتظمه. عشان كده لقينا تصريحات من الاستاذ فرج عامر، عشان كده لقينا انديه ثانيه ايجابي وصحفيين واعلاميين وانديه ثانيه زي نادي الجونه، زي نادي اسوان اللي تضرر بشكل غير طبيعي وكان هو مش موجود في المسابقه وكان القرارات بتتاخد دون احترام الانديه. لا، احنا عايزين احترام لنادي اسوان وعايزين احترام لنادي الجونه ونادي الاتحاد ونادي الاهلي والمقاولين اللي هدد بعدم اللعب كل ولا وفي لعيبه ريحت من المقاولين ورجع على انها تلعب اسوان وتستنى ماتش الزمالك. فمواضيع كتير جدا، فلو انت هتبص بنظره ضيقه للامور وتقول اصل ده قرار النادي الاهلي او ده قضيه النادي الاهلي، لا دي مش قضيه النادي الاهلي ولا قضية ان انا فرقة لاعب الزمالك دلوقتي او لعبها بعدين، دي قضية انتظام المسابقة. بما انك انت اللي حطيت ورتبت يبقى انت لازم تقود المسابقة بالطريقة اللي ابتدينا بيها، وده بيبرأ
النادي الاهلي من الموسم الماضي، ومش عشان النادي الاهلي خد الدوري فده معناه ان النادي الاهلي هو المستفيد، لا، النادي الاهلي برغم الظروف والعقبات اللي ربما تكون اتحطت للجميع قدر ان هو ينجح. طبعا ده مش مضمون تكراره، ولكن احنا من البدايه بنؤكد احنا عايزين مسابقه منتظمه، ويمكن ده كمان اللي انضم ليه ابراهيم فايق الاعلامي الكبير لما قال بيان النادي الاهلي طبيعي جدا. نادي كبير لديه شعبيه وجماهيريه جارفه ولديه التزامات كبيره تتطلب منه ان يبحث عن حقوقه طوال الوقت، والاهلي والكابتن محمود الخطيب لا يعرف سوى الهدوء والادب والحكمه كالعاده. الكره في ملعب الجميع الان، الاتفاق على مصلحه الكره المصريه ومراعاه حقوق الانديه او لا. رمى الكره بالفعل في ملعب الجميع، وده اللي احنا بناكده، القضيه ليست قضيه النادي الاهلي بل قضيه كره القدم المصريه. واعتقد اي مسؤول من مصلحته ان هو يشوف كره القدم بشكل منتظم ومحترم هيكون تماما بيؤيد فكره بيان النادي الاهلي. ويمكن طبعا عندنا اعلاميين تانيين غير الاستاذ ابراهيم فايق. عندنا هاني حتحوت برضو اتكلم وقال اتعامل مع هذا الموسم كموسم جديد، لابد ان يعالج اخطاء الماضي دون النظر لمن تضرر او استفاد اكثر في الموسم الماضي. على الكل ان يتضامن لهدف واحد وهو رفض الاستثناءات ايا كان سببها او لمصلحه من. الكره المصريه لن تسير للامام بهذه الطريقة. وكمل تويتو، ولكن احنا عايزين نقف عند حتة مهمة جدا. طبعا انا سعيد، هو ده اللي كنت بتكلم عليه في الاول، الاعلاميين يا احمد اللي هم حسوا ان موقف النادي الاهلي المرة دي مش انتصار، مش استسهال، انا مش عايز ابوظ المسابقة، ولكن دي اللحظة اللي بقول لك فيها تعالوا نقعد كلنا. الفكرة مش ان احنا نكمل المسابقة للنهاية ويكون فيها عوار، الفكرة ان احنا بنقول لك بما ان كل سنة بنتراشق، وزي ما قلنا من شوية انت بتيجي تحاسبني على نجاحي رغم كل الظروف الصعبة، تقول انا استفدت من الظروف الصعبة وده مش حقيقي، ده بالعكس انت اللي فشلت وما قدرتش تتجاوز الظروف دي فبتعاقبني انا. لا، احنا بنقول نقطة نظام، تعالوا كلنا نشوف حل الأزمة ازاي، وان الدوري يمشي بشكل متكافئ ازاي. وكررها النادي الاهلي كتير في بيانه تكافؤ الفرص. اي حد بنكررها تاني عايز صالح الكره المصريه لازم ان هو يقف في صف النادي الاهلي، لان المره دي الموقف مش خاص بالنادي الاهلي فقط، ده حفاظ على الكره المصريه. وكان في اراء تانيه، ده تاكيد على كلام الكابتن احمد حسام ميدو. طبعا كلنا عارفين كابتن احمد حسام ميدو زملكاوي زملكاوي زملكاوي، بل انه رمز للزملكاويه والجماهير الزملكاويه كمان، وهو بالفعل عالمي. وكمان العالميه ادت لكابتن حسام ميدو فكر مختلف تماما، اعتقد مفيش افضل من الدوريات اللي احترف فيها كابتن احمد حسام ميدو. طب تعالوا نسمع كابتن احمد حسام ميدو تصريحاته بعد بيان النادي الاهلي بيقول ايه. وانا بقول ان المسؤول في اتحاد الكوره حتى اذا كانت لجنه معينه مش قادر يواجه الموقف، ومش قادر ان هو يقول ان في حاله عدم انتصاب نظام المسابقه انا مش هبقى موجود واستقيل، يبقى ما يستحقش ان هو يكون موجود في مكانه. النهارده انا شفت ناس في اتحاد الكوره بتقول ان الازمه مش ازمتنا، دي ازمه الامن وبتاع. لا، الازمه ازمتك، لان انت اللي المفروض تواجه المسؤولين، وانت اللي المفروض تقول لهم لو ما احترمتوش جدول المسابقه انا هستقيل وهمشي ومش هبقى موجود في مكاني، لان انا جيت علشان انظم مسابقه محترمه مختلفه عن المواسم الماضيه. اشارات كده من كابتن احمد حسام ميدو عن مدى قوه اللجنه الخماسيه، اللي هي فكره ما تستسلمش لفكره اصل الموضوع فيه احتقان فما نلعبش المباراه. لا، انت المفروض كنت تحافظ على الاحترافيه اللي انت ناديت بيها او اللي انت اتكلمت بيها، او عباءه الاحترافيه اللي انت لبستها في اول مؤتمر صحفي ليك كان المفروض تحافظ عليها. وزي ما قلت الدوري هيتلعب في ميعاده، وانا عندي جدول دوري هيبدا يوم كذا وينتهي يوم كذا باليوم وبالساعه، وعندي جماهير هتحضر المباريات، كان لازم تكون على قدر الكلام اللي انت الزمت نفسك بيه. ده كابتن احمد حسام ميدو بخلفيته سواء بقى زملكاوي او كمان الاحتراف في دوريات كتيره في العالم. اعتقد راي واضح وصريح من كابتن احمد حسام ميدو. وضح يا احمد بشكل كبير، ومن كلام رائع ومحترم ومحترف من كابتن احمد حسام ميدو لكلام غريب قوي لكابتن خالد الغندور. هنعرف ليه غريب لما نشوف الفيديو. قال الماتش مش هيتلعب. طب حضرتك بتلعبني ماتش تاني ليه؟ طب حضرتك انا لو ما كنتش لعبت لو كنت لعبت ماتش الاهلي كان كده كده ماتش المقاولين مش هيتلعب. طب وانت عايز تحطهولي يعني تبدلهولي؟ طب ما تلعب ماتش الاهلي هو كمان، لعبه في اسبوع بقى هو كمان، وبعد كده اروح العب جينيريشن، وبعد كده اروح العب امبي في اسبوع.
وبعد كده الاهلي بقى له 700 سنه ما لعبش، يروح ما يلعبش يوم السبت وبعد كده يلعب مع الجونه، ثم كمان يطلع النادي الاهلي يقول لك كمان، والجونه يقول لك احنا الاثنين مش هنلعب كمان، فيريح براحته. هو ده مبدا تكافؤ الفرص؟ انا 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 مش فاهمه. لكن زي ما قلت لكم نادي الزمالك ليس طرفا في هذه القضيه، الاهلي حر ينسحب يلعب ما يلعبش، يتخذ قرارات ما يتخذش قرارات، يطلع بيانات ما يطلعش بيانات، هذا لا ليس له اهميه بالنسبه لنادي الزمالك. الفيديو ده يا كابتن خالد تاريخي منك، لسبب النادي الاهلي هيقعد 700 سنه ما يلعبش، انت بتلعبني ماتش تاني ليه؟ تكافؤ الفرص فين؟ كل اللي انت قلته هو اللي النادي الاهلي قاله في بيانه. وعارف ليه النادي الاهلي قاله في بيانه؟ عشان ما تجيش كمان سنه وكمان سنتين وكمان ثلاثه تفضل تردد نفس الكلام ده وتقول انا كنت قايل. طب ما النادي الاهلي اهو بيسوق للفكره اللي انت بتقولها، للتوجه اللي انت بتقوله. المفروض تقول بيان عظيم كان لازم يصدر مثيله من نادي الزمالك. لا، قلت رد غريب قوي، قلت احنا مالناش دعوه، الموضوع ما يخصناش، النادي الاهلي هو الطرف، احنا مش طرف. كابتن خالد اعتقد رديت على نفسك وقفلت باب كبير قوي لحاجات جايه، وعارفين ان هي هنرد عليها لو اراد ربنا كمان سنه وكمان سنتين، بس انت اديتنا الرد بدري قوي يا كابتن خالد. بص، دي احد اهم لحظات الصراحه اللي بيكون فيها الكابتن خالد الغندور وهو بيتكلم، الافكار خارجه عن سيطره الافكار والمعتقدات اللي هو عايش عليها دايما في فكر نظريه المجاملات والمؤامره والتحكيم، ومش رابط الامور ببعضها. ما انا بقول لك دي من اللحظات اللي هي يعني عارف انت اللي هم زي بيسموها كده فكره لحظه الحلم. الحلم دايما بيجي لما بيكون العقل الباطن هو اللي مسيطر، والعقل الظاهر خلاص فقد السيطره على العقل الباطن فيطلع حلم. الكابتن خالد غندور بالظبط حصل له اللحظه دي في وقت من على الهوا، ان هو فقد السيطره على ما يقوله، فقال اللي النادي الاهلي قاله في بيان النادي الاهلي. تضامن مع النادي الاهلي دون ان يشعر. بالظبط كده، هو ده اللي حصل بالظبط. لكن خلاص تناولنا الامور كلها وتناولنا شكل الاعلام. طب ما نيجي نشوف برضه كام التفاعل الجمهور بالنادي الاهلي، خاصه على هاشتاج مع قرار الاهلي. هاشتاج طلع على تويتر وتصدر طبعا، انتوا عارفين اي حاجه بتخص النادي الاهلي بتبقى مكانها في الصداره. معانا هاشتاج للاستاذ عاطف العسقلاني بيقول كل الدعم لقرار مجلس اداره الاهلي، جمهور الاهلي معاكم مع قرار الاهلي. لا، وكان في صوره طريفه جدا بتجمع نجوم النادي الاهلي وتقال من زوما من حقهم يخافوا نسور الاهلي تحلق عاليه. الصوره دي انا حابب اعقب عليها في نقطه مهمه جدا، وهي ما عشناه اثناء تولي رينيه فايلر او اعلان اسم رينيه فايلر وما نعيشه الان، رساله لجماهير النادي الاهلي. غضبنا كثير وقت اعلان التعيين رينيه فايلر، اعتقد بعد 6 مباريات حسينا ببعض الاطمئنان لطريقه المدير الفني. طبعا ما نقدرش نحكم على المدير الفني في البدايات دي، ولكن الى حد ما في رضا او رضا جماهيري عن اداء النادي الاهلي، وبدانا نحس فعلا ان احنا مرعبين. وبالفعل بعض الانديه بدات تحس ان النادي الاهلي مرعب، ومواجهته في القوه دي شيء صعب جدا. نتمنى عند اي مطب لا قدر الله عندي كوره، مباراه ممكن تعادل، مباراه هزيمه، تكون حده الغضب فيها توازن، ونكون فاهمين ان دي كوره مكسب وخساره. عارف يا احمد مش قلقان ليه؟ لان جمهور النادي الاهلي متفائل، ولكن تفاؤل مشروع، وفي نفس الوقت بيرصد بمنطقيه، ولو عنده تحفظات على حاجه بيقولها. احنا المره اللي فاتت بنناقش ماتش اسوان واحنا كسبانين 5 وبنطلع عيوب، فدي حاجه مختلفه تماما. ان جمهور الاهلي يبقى واعي لطبيعه التجربه ومش عيب، كلنا عندنا اخطاء في الماضي، بنبدا ناخد التوازن ده من الاخطاء دي، وما نقعش في فخ المبالغه اللي غيرنا وقع فيه من البدايه ودلوقتي بيحاول يصلحه. والنقطه الثانيه اللي حابين نتكلم فيها اصرار النادي الاهلي على لعب المباراه، اصرار يتعلق بانتظام المسابقه، ملوش علاقه بمدى قوه فريق النادي الاهلي او الحاله الفنيه اللي فيها النادي الاهلي. الموضوع ده لازم نستبعده تماما وما نحطوش في صوره، حتى مباراه القمه دايما بيكونش لها اي اعتبارات. لازم نحط كل حاجه في مكانها الطبيعي، ان اصرار النادي الاهلي على انه يبدا مباراته في الدوري مباراه الزمالك هو انتظام المسابقه، ايا كان مين الخصم وايا كانت النتيجه، لان في النهايه النتيجه بتحمل 3 احتمالات، فوز، هزيمه لا قدر الله، او تعادل.
مش ده الهدف اللي بنسعى ليه، ولا الفكره هي فكره ثلاث نقاط، هي الفكره فكره انتظام مسابقه من البدايه. فحبينا ناكد على النقطه دي. واعتقد معانا اخر هاشتاج او اخر تويته: قرار محترم جدا يحفظ حقوقنا في المشاركات وحقوقنا في تكافؤ الفرص عشان ما يحصلش زي الموسم اللي فات، مع قرار النادي الاهلي. واعتقد الراجل ده واضح جدا استاذ محمد، واضح جدا فكره ان هو بيؤكد على فكره ان احنا اللي رافضين يحصل زي الموسم اللي فات، مش غيرنا هو اللي رافض يحصل معاه زي الموسم اللي فات. برضو يا احمد بناكد ان ده وفهم الجمهور لطبيعه الموضوع، وزي ما بنكلمكم في هدف بيان النادي الاهلي وما وراء البيان، كان ده بيستدعي من الكابتن ايمن يونس ان هو لما يوصف بيان النادي الاهلي بوصف ويقول بيان الاهلي قاسي جدا، اتمنى يا كابتن ايمن كنت تقول بيان النادي الاهلي احترافي جدا، بيان النادي الاهلي محترم جدا، لان بيان النادي الاهلي مش هو اللي خرج هاجم مسؤولين امنيين، بالعكس ده اثنى عن الامن. بيان النادي الاهلي مش هو اللي شكك في المنظومه او تطاول على اي طرف من اطرافها، بيان النادي الاهلي كان واضح ومحدد ودقيق، وفي فرق كبير قوي بين القسوه والوضوح والاحترافيه والدقه وحفاظك على حقوقك. انتهت معانا فقرتنا الاولى، نروح نفاصل ونرجع لفقرتنا التانية اون سبوت. اهلا بحضراتكم من جديد، وفقره اون سبوت. الحقيقه اون سبوت مش هتبقى بس بنلقي الضوء على اللي تم في مباراه، احنا كمان هنلقي الضوء على اللي تم خلال الاسبوع. طبعا عندنا مباراه منتخب مصر مع بوتسوانا، المباراه الوديه، لكن عندنا احداث حصلت من القناه زي حصول القناه على الدرع الذهبي من اليوتيوب بعد تخطي حاجز المليون سبسكرايب. طبعا صدى البلد او موقع صدى البلد اهتم بالجائزه، وكتبت زميلتنا ريهام بكير عن اهم البرامج في القناه. طبعا ده شكل الدرع الذهبي واهم البرامج في القناه، والحمد لله كان برنامج الاهلي خط احمر من ضمن اهم البرامج اللي في القناه، ودي بنشكر عليها طبعا جماهيرنا اللي متابعينا والدعم المتواصل دايما للبرنامج والمسؤولين عن البرنامج وليا والفارس، وطبعا لكل فريق العمل. ف إدارة القناة استجابت لبعض المطالب وقدرت تزود البرنامج كمان ساعة، يعني بإذن الله هنكون معاكم مدة أكبر من المدة اللي فاتت. أعتقد يا فارس خبر لازم نشكر عليه مشاهدي برنامج الأهلي خط أحمر. شيء رائع يا أحمد، وطبعا إحنا النجاح ده إحنا جزء ضئيل جدا منه، لأن قناة النادي الأهلي وصفحتها على مواقع التواصل بقالها سنوات، ولكن إحساسنا إن إحنا جزء من النجاح ولو صغير، لأن إحنا شايفين إن لسه عندنا كتير إن شاء الله نقدمه، ده بيسعدنا إن إحنا قناة النادي الأهلي فيديوهاتي على اليوتيوب وصلت ل 200 مليون مشاهدة، وده رقم كبير آخر جدا من 2017 من 2017، وده رقم كبير جدا وحاجة عظيمة. نتمنى دايما نكون جزء من نجاحات النادي الأهلي، مؤسسة عريقة اي حد بينتمي ليها بينول الشرف. وطبعا بنشكر كل الناس على ثقتها، واولهم الجمهور اللي طول الوقت داعم لينا بمشاهداته ومشاركته وتفاعله معانا. وعشان الجمهور بيتفاعل دايما مع النادي الاهلي، النادي الاهلي طرح فكره جديده عباره عن ألبوم يا أحمد في بعض الصور، وكالعادة النادي الأهلي أول نادي في الشرق الأوسط يطرح الريادة يا أحمد بالزبط. والفكرة التصور بصور عن بطولات النادي الأهلي ورموزه وتاريخه وكباتن النادي، بتقدر تجمعها ومتواصل الموضوع، وتبدأ تستعرض من خلالها معلومة، فكرة المشاركة والبحث، وفي نفس الوقت ان انت توصل لمعلومه وتتعرف عن تاريخ النادي الاهلي في اطار حديث ممكن اطفالنا يتفاعلوا معاه والجمهور يتفاعل معاه. وكالعاده الاهم من الفكره نفسها زي ما احنا ذكرنا احمد، الرياده، وان انت دايما اي حاجه شوفها حصلت في الرياضه المصريه هتلاقي النادي الاهلي كان صاحب ضربه البدايه. بالظبط ده فعلا يا فارس، وان شاء الله التوفيق دايما يكون حليف النادي الاهلي، ودايما يا رب النادي الاهلي سباق وفي الرياده. عايزين نلقي الضوء على بعض الاخبار كده ونفك شويه مع بعض اللي حصلت خلال الاسبوع، والحقيقه احنا شفنا فيديو نادر جدا. هنبدا بحاجه لايت قوي، حاجه لايت وحاجه طب جميلة. نسيبهم يعرفوا اسم اللاعب الاول وبعد كده نشوفوا الفيديو ويخمنوا اللاعب. نشوف الفيديو. الفيديو
عرفتوا مين اللاعب ده؟ نخمن؟ ده اللاعب حسين الشحات، قبل حتى ما ينتقل للمقصة كان بيلعب في الشرقية للدخان. ده اللاعب اللي ثمنه 80 مليون جنيه، عشان احنا بدأنا بعض الناس قلنا جاب 50 مليون من ثمنه، فقالوا اوعى تكون انت كمان بتقول 150، لا احنا بنأكد 80 مليون جنيه. حسين الشحات ان شاء الله يكون في تألق، لكن بيثبت ان هو لعيب كبير من يومه. لا واضح ان حسين الشحات لسه عنده حاجات كتير كمان ومدكن. انت شفت رد الفعل بتاع المصور اصلا اللي بيصور يا ابن اللعيبه؟ فلا هي ما شاء الله بجد حسين الشحات على الطريق الصحيح، ومتفائلين. وانا عندي وجهه نظر يا اسامه ان فكره الرقم بتاع سعر اللاعب دي حاجه ما تفرقش ابدا، المهم اللاعب الغالي، اللاعب هو اللي اداك وقدرت تستفيد منه، واللي فعلا القيمة المادية ليه انعكست بقيمة فنية. ممكن تجيب لاعب بسعر كبير وما يديكش حاجة، ولاعب بسعر كبير وفعلا تاخد منه التأثير ده. فالقصة مش الرقم، وحسين الشحات كل مباراة بيخفض من اللي اتدفع فيه. هو مش كل مباراة، وحسين الشحات قلب الدنيا على السوشيال ميديا الأسبوع ده، واعتقد المبدع فكري محمد كان عامل حاجة كده. اعتقد يعني حسين وراه دعم كبير جدا من جماهير النادي الاهلي، واعتقد هيكون عند حسن ظنهم عشان يمشي زي ما بنقول على طريق محمد بركات ان شاء الله. الحقيقه حاجه تانية لفتت انتباهي، لما حد بيبدا يتكلم عن اسطوره عنده بيجيب له افضل لقطات. فالحقيقه بعض الصحفيين جابوا لقطه للكابتن حسن شحاته، بيقولوا احنا قعدنا ندور كتير عن لقطه اسطوريه للكابتن حسن شحاته، وكانت صوره بتجمعه مع الكابتن محمود الخطيب، وهي كوره بيلعبها الكابتن حسن شحاته فمرت بين اقدام الكابتن محمود الخطيب. احنا بقى لما بنيجي ندور على حاجه لاساطير بنحترمها وبنكن ليها كل التقدير واحترام زي الكابتن حسن شحاته والكابتن محمود الخطيب، لقينا صوت وصوره بشكل مختلف تماما. تعالوا نشوف. الكابتن الخطيب بيتقدم لحسن شحاته، روح رياضيه حقه. الخطيب نجم مصر بياخد حسن شحاته نجم مصر وبيتقدم لجمهور النادي الاهلي وبيتجه سويا الى جمهور نادي الزمالك. دي الروح الرياضيه اللي احنا عاوزينها تسود ملاعبنا عشان نسعد بابطالنا. هي دي الروح الرياضيه، وهي دي اللقطات اللي احنا في قناه النادي الاهلي نقدر نجيبها لما نكون بنتكلم عن رموز وعن اساطير. لازم نحترم المنافس، لازم نحترم الجميع. احنا هنا اصلا مبدأنا في النادي الاهلي او في قناة النادي الاهلي اننا بنرد بتناول لا بتطاول. فلو حد حابب يجمع لقطة او صورة بين اسطورة زي الكابتن حسن شحاتة واسطورة الكرة المصرية زي الكابتن محمود الخطيب، اعتقد دي افضل صورة او افضل لقطة ممكن تجمع فيها بين الاسطورتين. الف سلامات تاني الكابتن بيبو، وطبعا كل التحية للكابتن حسن شحاتة، كان لاعب جميل وانسان اجمل، لاعب رائع ومدرب رائع، ودايما شهادته في النادي الاهلي رائعه زيه. وعايزين نقول حاجه، هي دي الصوره الذهنيه اللي منطبعه في وجداننا عن رموز النادي الاهلي ورموز نادي الزمالك. وزي ما بنقول ان احنا بنرد وبنوضح الحقائق، عمرها ما كانت معناها ان احنا بنسيء لحد او ما بنحترمش حد. عايزين نروح لموضوع مختلف تماما. بتقول بطولتين، طب ما تيجي نحسب. خرجت علينا بعض التصريحات يا احمد اللي اتكلمت عن النادي الاهلي واتكلمت عن بطولاته في الفتره الاخيره في اللعبات المختلفه. هو بص، هو بعض الاشخاص او بعض الناس لما بييجوا يتكلموا عن نجاحهم دايما بيعملوا مقارنه بين النادي الاهلي دايما. هو مش وحش انك تعمل مقارنه بين النادي الاهلي، لكن هو اللي وحش انك ما تبقاش عارف النادي الاهلي واخد كام بطوله. اللي وحش ان انت تحسب بطولات ليك في العاب صالات وتيجي عند النادي الاهلي تحسب البطولتين فقط لا غير اللي خدهم في كره القدم. طب انت بتقول بطولتين، طب ما تيجي نحسب ونشوف بطولات النادي الاهلي على مستوى بقى كره القدم وعلى مستوى الالعاب اللي اخترتوها اللي هي الطايره والسله واليد والتنس طاوله. دي تم اختيارهم، فلقينا ان النادي الاهلي، وهنقولها لك بقى رجال ونساء سيدات، لان النادي الاهلي يعني بطولات الرجال بيتصدر، بطولات السيدات بيكتسح. بتتكلم عن الموسم الحالي وبعد كده في الموسم الحالي طبعا 2018، بس 2019 نستعرض بطولات النادي الاهلي في العاب الصالات. الموسم 2018 2019 النادي الاهلي واخد 10 بطولات ببطولتين اللي هم كرة القدم. اللي فيهم كره القدم. طبعا في كره القدم خد الدوري المصري وخد كاس سوبر، في كره اليد خد كاس مصر، في السله دوري المرتبط، في الطايره وفريق الطايره الاسطوري الدوري المصري وكاس مصر ودوري ابطال افريقيا، وفي تنس الطاوله
الدوري المصري وكاس مصر والبطوله العربيه ده على مستوى الرجال فقط لا غير 10 بطولات، تقول لي اثنين. اما على مستوى سيدات النادي الاهلي وده طبعا بيكون اكتساح. سيدات النادي الاهلي 12 بطوله موسم 2018 2019. الطايره او كره الطايره، الدوري المصري وكاس مصر ودوري ابطال افريقيا. طبعا احنا مكتسحين طايره سيدات ورجال في مصر والوطن العربي وفي افريقيا الحمد لله. كره اليد، الدوري المصري وكاس مصر والسوبر المصري. في كره السله، دوري السوبر ودوري المرتبط. في تنس الطاوله، الدوري المصري وكاس مصر والبطوله العربيه والبطوله الافريقيه. 12 بطوله سيدات مع كمان 10 بطولات رجال، يعني 22 بطوله على مستوى الفريق الاول، لان عندنا كمان بطولات في نفس الالعاب في القطاعات. النادي الاهلي حقق اجمالي 44 بطوله نقدر برضو نستعرضهم قدامنا على الشاشه، عشان اللي بيتكلم ان احنا عندنا بطولتين، لا ده احنا عندنا كتير وعندنا 44 بطوله. هتقول لي لو عايزينهم على مستوى الكبار فقط الغير والفرقه الاولى، هنقول لك عندنا 22 بطوله العاب صالات وكره قدم في الوقت اللي مثلا البعض بيقول احنا في 5 سنين عملنا 24 بطوله، احنا عملناهم في موسم. لا انا هقول لك حاجه بقى، انت عارف فكره بطولتين للنادي الاهلي دي جايه منين؟ النادي الاهلي خد الدوري وخد كاس السوبر، وانت ما خدش اي حاجه في العاب تانية. هو حسب له البطولتين بتاع كره القدم وحط لنفسه كل البطولات اللي في اللعبات الاخرى. طيب عايزين بقى نحرر كده الاصطلاح، نقف عند حاجه كتير جدا بيتم تناولها. هو فعلا النادي الاهلي في الالعاب الخاصه بكره الصالات والالعاب الجماعيه او حتى الالعاب الفرديه اللي زي ما بتتسمى شهيده، هل هو بطولاته اقل؟ طيب نستعرض كده اجمالي بطولات النادي الاهلي بالمقارنه بنادي الزمالك في العاب الصالات. نادي الاهلي محقق 209 بطوله في مقابل 152 بطوله للزمالك. كره الطائره 77 بطوله مقابل 41 بطوله للزمالك. كره السله للاهلي 22 للزمالك 30. كره اليد 52 بطوله للاهلي 62 للزمالك. تنس الطاولة 58 مقابل 19 للزمالك. تفوق في كل الألعاب تقريبا باستثناء كرة اليد وكرة السلة. والحقيقة كرة السلة طبعا يعني بس الفرق الاتحاد السكندري هو المسيطر في مصر حاليا، وإن كان النادي الأهلي المصري في كرة السلة هو أعلى الحصول على بطولات أفريقية. محققين 3 بطولات أفريقية، أداء أعلى نادي في مصر حقق بطولات أفريقية، لكن الطب في السلة في مصر هو نادي الاتحاد السكندري. والحقيقة نادي الزمالك مميز جدا وفريق زي فريق الطائرة عندنا بالظبط، لكن في كرة اليد طبعا فريق يعني احنا دايما نحب ندي الناس كلها حقها. احنا قلنا ندي الزمالك حقه وبنبارك له على بطولة اليد اللي احنا لازم نعمل ده لأن دي من أخلاقيات النادي الأهلي. ولكن حابين نقول حاجة ناقشنا فيها يا أحمد، فكرة إن شعبية اللعبات بتختلف. كرة القدم في العالم كله هي الكريزة بتاعة التورتاية والألعاب الرياضية. كرة القدم في العالم كله هي اللعبة الأكثر شعبية. كرة القدم في العالم كله لو أنت جبت أي إنسان بسيط قلت له تعرف مين من اللاعبين على مستوى العالم في كرة القدم هيقول لك أسماء وأسماء وأسماء، على عكس أي لعبة أخرى. مش معنى كده ان الالعاب الاخرى مش مهمه، ده مش مبدانا ابدا، ولكن في اللحظه اللي انت هتساوي فيها انجاز في كره القدم بانجاز في لعبه اخرى فاكيد انت بتخالف كل الاعراف الخاصه بالشعبيه والجماهيريه والاهتمام باللعبات دي. نوثق وانت تتفوق في لعبه وانا اتفوق في لعبه، ولكن اوعى تحط مقارنه بين حاجه انا فيها في حته تانية خالص ولا ينازع شيء في جماهيريتها، مفيش حاجه تقترب منها ابدا يا احمد. كان مهم جدا ان احنا نوضح ده. طبعا كان مهم وكان لازم نوضح ده. الحقيقه كمان هو الكابتن حسين زكي كان وضح الامر ده، والحقيقه قال ان الاتجاه لالعاب الصالات بياتي اذا في اخفاق او فشل في الكره القدم، واحنا الحقيقه ما عندناش الحمد لله لا اخفاق ولا فشل في كره القدم، ودايما تاريخ النادي الاهلي كل سنه في بطوله او بطولتين على الاقل في كره القدم. فبالتالي الاهتمام الاول لجماهير النادي الاهلي زي الاهتمام الاول لجماهير كل انديه العالم هو كره القدم. لكن انت او جبنا المقارنه دي لان بعض الارقام بدات تظهر على السوشيال ميديا ان البطولات المجمعه نادي الزمالك بيتفوق فيها على النادي الاهلي، فحبينا نوضح ان حتى البطولات المجمعه النادي الاهلي بيتفوق فيها على نادي الزمالك. ولكن ومع احترامنا بالكامل لالعاب الصالات
كرة القدم في حتة تانية. والحقيقة لازم نشكر برضو بيدج ألعاب صلاة النادي الأهلي لأنه بيبذل مجهود كبير جدا في توصيف الأرقام دي والبطولات دي سواء طايرة أو سلة أو تنس طاولة أو يد. كان نقطة مهمة جدا حابين نوضحها بس عشان نحط كل حاجة في حجمها الطبيعي، وكمان ما ينفعش يكون في تزييف أرقام وإحنا نسكت عنه. يعني في الحالتين بطولات مجمعة إحنا بنتفوق، في كرة القدم إحنا في حتة تانية. ونروح من كرة القدم لمباراة المنتخب المصري مع بوتسوانا، رغم الأحداث المتلاحقة واللي كتير جدا لسه كمان هنتكلم معاكم فيها خلال الحلقة، ولكن كان لازم نلقي الضوء على حاجات مهمة في المباراة دي. كانت مباراة يا أحمد بداية مش هي الأفضل لكابتن حسام البدري، ولكن طبيعي البدايات بتكون صعبة شوية خصوصا إن ما كانش فيه معسكر طويل قبلها، ولكن وبعض المحترفين مش موجودين بالزبط. يعني على رأسهم طبعا كابتن محمد صلاح مش موجود اللعيبة، بس أنا مع فكرة إن اللاعبين كانوا موجودين في المباراة مقارنة بفريق زي بوتسوانا المفروض الفارق كبير قوي. فكرة هدف مقابل لا شيء والأداء اللي احنا شفناه، لا أعتقد الموضوع كان أسهل من كده شوية، ولكن في حاجات هنتكلم فيها في الكواليس. أنا في نقطة مهمة جدا وبعني بها المدير الفني لمنتخب مصر وكابتن حسام البدري. الحقيقة هو الأمر كان إلى فترة قريبة لا يعنينا، وهو فكرة أن يكون في لاعب في معسكر المنتخب ويخرج يعمل ستوري على الانستجرام يتكلم فيه أو يخاطب فيه جماهير ناديه أو يخش في خلاف مع إدارة ناديه، هو طبعا الكابتن طارق حامد. الموضوع ده المفروض الكابتن حسام البدري ياخد باله منه، لان احنا عانينا الامرين من فكره الانستجرام وفكره التويتر وفكره عمرو ورده وفكره دفاع محمدي وحاجات اشياء كتيره من هذا القبيل. طبعا هو هنا الموضوع مختلف تماما، ولكن لازم يكون في لمعسكر المنتخب قدسيته. النقطه الاهم ان كابتن خالد غندور لما جاء عقب على موضوع ستوري كابتن طارق حامد تناول النادي الاهلي، وكان الزج باسم الاهلي ده بقى شيء كده صباح الخير هنتكلم عن النادي الاهلي. فكرة الزج باسم النادي الاهلي واتكلم عن ازاي الاعلام ساكت عن فكرة محمد الشناوي واحمد فتحي اللي هم مختلفين على مقابل مادي وبيتناول طارق حامد. يا كابتن خالد، يا كابتن خالد، طارق حامد هو اللي عرض المشكلة، هو اللي فجر المشكلة، فالاعلام ما تناولش كواليس، الاعلام تناول حاجة على سطح الاحداث. حضرتك اللي بتحاول تدخل في كواليس وبتحاول تجيب النادي الاهلي في جمله من الاعراب وتجيب لاعب زي محمد الشناوي وزي الكابتن احمد فتحي، كابتن محمد الشناوي وكابتن احمد فتحي، عشان تقول هو انتوا ساكتين ليه عن الاهلي؟ لما يطلع لاعب من النادي الاهلي يكتب على الستوري بتاعه ان هو ما خدش مستحقاته، لما يطلع لاعب من النادي الاهلي يكتب ان هو قاعد ست ساعات عشان حد يقابله ياخد مستحقاته، لما يطلع لاعب يبعت حد من طرفه او من اسرته لموقع يتكلم عن حاجه تخص مستحقاته، اعتقد لو الاعلام اتكلم فيها احنا مش هنقدر نكلم الاعلام، لان احنا هنا في جماهير النادي الاهلي هنخاطب اللاعب شخصيا. انت كده كلاعب اللي حتى عن نظام النادي الاهلي مش هنسمع عليك، لا احنا اللي هنعاقبك. فاعتقد موضوع مختلف تماما كابتن خالد، ويا ريت بلاش الزج باسم كابتن باسم النادي الاهلي ولاعبيه، ويا ريت كابتن حسام البدري يكون واخد باله من النقطه دي في المعسكرات الجايه يا فارس. لا هو في ملحوظتين بقى في الموضوع ده. الاولى ان دايما فكره انا ليه الاعلام بيتربص بيا او بيتطاول او الاعلام بيتصيد للاخطاء، هو ده اصلا ما بيحصلش. الاعلام ما تصيدلكش اي اخطاء، انت اللي بتتعامل بشكل بيدي الاعلام الماده اللي هو يتعامل فيها. عشان كده انا بقى عايز اقول حاجه تانية، لانك قلت كابتن حسام البدري، لا انا عندي علامه استفهام كبيره قوي يا احمد. كابتن حسام البدري لا في حته كابتن حسام البدري لما يتقال، وممكن نرجع للفيديو اللي كان الناس اعتقد اغلبها سمعته في برنامج الزمالك اليوم، اتقال بشكل واضح ده كابتن حسام البدري كلمني واكد ان طارق حامد قال ان اللي هو كاتبه ملوش اي علاقه بنادي الزمالك. انا مش فاهم طبيعه ده، مش فاهم فكره ان المدير الفني للمنتخب بيتدخل في الحديث عن لاعب كاتبه بشكل شخصي وبيطلع يتكلم فيه، مع ان المفروض ده مش دور المدير الفني ابدا ان هو يدخل يبرر موقف لاعب او يتكلم فيه. اللاعب يا كابتن حسام عمل عندك حاجه غير محترفه، ان هو انت لو مانع وسائل التواصل هتعاقبه. كتب ايه او ما كتبش ايه يخص النادي او ما يخصش النادي، دي مفترض ان هي مش بتاعتك. معرفش ده صحيح ولا لا اللي اتقال في المداخله، ولكن في النهاية أعتقد الأمور تحتاج مزيد من الانضباطية ومزيد من السيطرة، والانضباطية اللي خارج الملعب محتاجة انضباطية أخرى في الملعب يا أحمد، لأن احنا اتكلمنا في حاجة جوه المباراة.
اعتقد نتمنى. لا بس قبل حاجه والمباراه بما ان بقى ذكرت الكابتن محمد بركات وعشان بس الناس ما تاخدش الامر بمحمل الجد كده، طبعا كابتن محمد بركات يعني له كل تقدير واحترام ولكن هو معروف عنه خفه الدم، فصفحه بيدج جمهوريه الاهلاويه جايبين صوره الكابتن محمد بركات وبيقولوا لما تبقى شخص بيحب الضحك والهزار على طول وتحاول تعمل انك شخصيه صارمه عن باراكوتا اتحدث. لا ده انا عايز اقول لك حاجه، وكان في تعليق انا بقى شايفه، انا شايف كابتن حسام البدري هو اللي نكد على باراكوتا يعني خد المود منه والتنشنه والشده. نتمنى ليهم التوفيق، ولكن احنا بنقول حاجات نتمنى نقف عندها ونتمنى ناخد بالنا منها عشان المنتخب ما يزجش بيه في مشاكل، لان زي ما اتكلمنا في الاول اكتر حاجه اثرت على المنتخب المشاكل اللي دخل فيها في الاول. وفنيا نتمنى يا كابتن حسام تطلع بفكره ان مثلث عبد الله السعيد طارق حامد النني في اختلاف كبير قوي 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 عن المثلث اللي فيه أفشة وحمدي فتحي، الاتنين دول كضلعين أساسيين في المثلث ده هيفرقوا معاك كتير جدا. حمدي فتحي لاعب مختلف، مجدي أفشة لاعب رائع عنده حاجات لو انت شايف ان هي موجودة عند كابتن عبد الله السعيد. اكيد بنتكلم ان أفشة بدنيا أفوق، ذهنيا أفوق، طبيعته مع النادي الاهلي والانسجام اللي حاصل هيفرق معاه كتير. محتاجين نبدا نرجع نبني المنتخب على العناصر اللي كانت بتحط المنتخب في حته تانية تاريخيا. واعتقد كابتن حسام البدري هيدي الفرصه كامله لحمدي فتحي، لان الحقيقه اللي بيعمله حمدي فتحي ربنا يحفظه يعني مستوى عالي جدا جدا جدا، ويمكن كان محمود سليم عامل له كده فيديو حوالي دقيقتين قديم جايب له من ايام امبي كده وهو بيمتاز باللونج باص. الحقيقه مقاومات كتير عند حمدي فتحي، يمكن لما اتكلمت معاه قلت له ده يعني ممكن نقول عليه بقى ده الديب لاين بلاي ميكر، قال لا ده هو ده بيمتاز بقوه وتقريبا لاعب متكامل. والحقيقه الكابتن حمدي فتحي بقطع كرات كويس، ممرر كويس، كمان زياده عدديه داخل ال 18 وبيسجل اهداف، ويمكن هو كمان اللي سجل هدف المباراه. نتمنى له التوفيق، وطبعا نتمنى الكابتن حسام البدري التوفيق مع منتخب مصر. وننتقل بقى لحته ثانيه وحديث دائم عن فكره النادي الاهلي والنادي الاهلي به اللي هو طبعا نادي الجونه. المفروض لو كان جدول المباراه مشى في مساره الطبيعي كنا هنقابل فريق الجونه. احنا جبنا مباراه بين الجونه والاسماعيلي عشان نشوف تشكيل الجونه وتشكيل الاسماعيلي. لو عرضنا تشكيل الجونه الاول هنشوف فعلا في لاعبين سابقين من نادي الاهلي، اعتقد مش اعتقد هم سبعه، لؤي وائل ومحمد نجيب علي واكرم توفيق واحمد حمدي واسلام محارب وجده. احنا هنا جايبين اي لاعب لبس تيشيرت النادي الاهلي، لا بنتكلم في عدد اعارات ولا بنتكلم ولا بنتكلم في لعيبه معارين، لا هم لعيبه مروا على النادي الاهلي وارتدوا تيشيرت النادي الاهلي. في نفس المباراه دي اللي كان بيلعب فيها الجونه الاسماعيلي كان برضو في لاعبين لبسوا تيشيرت نادي الزمالك، لكن هو انا مش عارف ليه انا اخد بالي من الجونه واقول الجونه بقى، مع ان الجونه بيعمل معانا ماتشات قويه جدا ومش شايف خالص اللاعبين اللي بيلعبوا في النادي الاسماعيلي اللي لازم يكون اصلا الزمالك به لو هو ده المعيار. نعرض تشكيل الاسماعيلي في مباراه الجونه برضو ست لاعبين، يعني قال له لاعب اللاعب فرق تقريبا. بص انا عايز اقول لك حاجه، انت وقفت عند حته مش عارف ليه، لا احنا عارفين ليه كويس جدا. احنا عارفين ليه، هو نادي الجونه هيفضل يكفر عن ذنب التعادل مع نادي الزمالك الى اخر المدى، وكانها جريمه ان هو عمل مباراه ممتازه، فهنفضل طول الوقت وكان الجونه بيه وكان هو لا وكان الجونه هو اللي اضاع الدوري على نادي الزمالك. ده طب مش حقيقي، انا كسبانك بالفوز في المباراه. الجونه كان بينافس على الهبوط ونفد من الهبوط بفرق نقطه ونقطتين، وكان معاه حرس الحدود والانتاج الحربي. طب نتائج الزمالك مع الانتاج الحربي ايه؟ تعادل. نتائج الزمالك مع حرس الحدود ايه اللي هو المباراه اللي كانت الاخيره؟ تعادل. الجونه كان ثالث تعادل، لكن انا سبت حرس الحدود وسبت الانتاج الحربي ومسكت في الجونه على اساس في لاعبين من النادي الاهلي. طب اللاعبين اللي في النادي الاسماعيلي يمكن عشان حسام غالي في الاهلي، طب وصبري المنياوي اللي في النادي الاسماعيلي؟ لا مش كده بس يا احمد، هو بيدي لا بيد عمر. انا كمان في المواجهه المباشره معاك في نهايه الدوري انا فائز، وانا نهيت الدوري وانا كسبانك، فالموضوع ما بقاش فيه تاويل للجونه. يعني مش ماتش الجونه اللي خلاك انت اللي خلانا ناخد الدوري ده. الكابتن خالد بقى واخد باله من نتائج الجونه، ده جاء اول ماتشين قال فين الجونه؟ الجونه خسر اول ماتشين، خسر من الاسماعيلي وخسر. طب ما الجونه دلوقتي بقى حقق اربع نقاط، يعني فاز على المقصه وتعادل مع اف سي مصر، ودي نفس نتيجه مباراه الزمالك واف سي مصر. وبعدين الكابتن خالد وهو بيتكلم عن لقاءات الجونه قام تطرق بقى للانديه الاوروبيه،
وراح لريال مدريد قال ان ريال مدريد بيعاني ومن مباراتين في دوري المجموعات في دوري الابطال حقق نقطه واحده. طب يعني انت بتلوم على الجونه ان هو اللي تعادل مع الزمالك اتغلب ماتشين ومش شايف ان الكابتن في ظروف مختلفه واجواء مختلفه ومش شرط ان الجونه اتعادل مع الزمالك يبقى يحقق نتائج في بدايه الموسم. واحنا لسه بدري خالص، لازم كابتن خالد يعرف ان المقدمات مش شرط تؤدي للنتائج. كابتن خالد الزمالك كان متصدر الدوري طول المسابقه السنه اللي فاتت، وفي الاخر النادي الاهلي هو البطل. ما تستبعدش الجونه بدايته متعثره بس مش مقياس. اعتقد اكتر واحد حضرتك عرفت الدرس ده، واعتقد لازم نعرض صوره. هتقولنا تشكيل الاسماعيلي اللي لعب مباراه الجونه عشان ناكد برضو اللعيبه اللي لعبت في نادي الزمالك ودلوقتي بتلعب في الاسماعيلي، سواء محمد مجدي او باهر المحمدي اللي هو كان في الاسماعيلي وراح اعاره سنه للزمالك، اسامه ابراهيم، دونجا، مدبولي، الشامي، يعني ست لاعبين من اصل 11 برضو كانوا في الاسماعيلي. والحقيقه هو ربما الكابتن خالد او اللي بيضغط على فكره الجونه بقى هو بيحمس فريق الجونه عشان تبقى المباراه ضد النادي الاهلي في منتهى القوه. اطمن، المباراه ضد النادي الاهلي هتكون في منتهى القوه، ما عندناش لاعب لو كان بيلعب في النادي الاهلي وسجل فينا هدف بنعامله معامله صعبه ولا نقول مش هيدخل نادي تاني ولا كلام، ما عندناش الموضوع ده. بالعكس احنا بنحمس كل اللعيبه اللي ارتدت تيشيرت النادي الاهلي انها لما تيجي تلعب قصادنا تقاتل على النتيجه وتقاتل انها تطلع بنتيجه وفوز. اما بالنسبه لفكره الاسماعيلي بقى احنا بصراحه يعني نتائج الاسماعيلي مع الزمالك ما بنعقبش عليها شويه. واحنا ما بنقولش استنتاجات، هو الجونه هدف ناصر ماهر واهميته في حسم الدوري كان بصعوبه ازاي، وكان النادي الاهلي وكابتن حسام غالي كان بيغلي على الخط ازاي، هكذا هم ابناء النادي الاهلي. بس حابين قبل ما نختم الفقره ناخدكم لحاجه ثانيه خالص، فخلي بالك من كلامك. بنحاول نرد كتير وبنحاول نرد على اكاذيب واضحه وصريحه، ولكن لما الاكاذيب توصل لمستوى ان الناس داخل الاستوديو تشوفها افورت حبتين يبقى لازم نشوف الفيديو. الاحتفاليه الخاصه بتكريم النادي الاهلي والاحتفال بيه كبطل الدوري والمقارنه عند بعض من جماهير نادي الزمالك ان ده ما حصلش مع نادي الزمالك ان كان في الكونفدراليه وهي نفس الشركه الراعيه وان كان في بطوله كاس مصر. هو طبعا هي يعني الوضع مختلف. انا من وجهه نظر هو البطوله الكونفدراليه انت استلمتها في وقتها، بطوله الكاس انت استلمته، اللي ما تمش تسليمه هو بطوله الدوري. لكن انت بتتكلم على ظروف، هو عمل ليه احتفاليه كرم فيها او سلم فيها النادي الاهلي، لو هو تعذر عليه ان هو يسلم الدوري للنادي الاهلي وقتها، طب انت هيعمل لك حفله يسلمك فيها ايه؟ لا حفل لا تكريم. بس في تقصير يا هاب، تكريم لا تكريم. الشركه الرائعه لما الاهلي سافر مش هيسلمك، دفع ثمن التذاكر وادت الناس ممكن بكتمان. نتكلم ممكن نتكلم حصل ده مع الزمالك يا ست، بتقول لي مفيش تقصير. لا 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 انا لا لا في يا عم انت عايز تتكلم وخلاص. لا لا بقول لك في مش هتكلم وخلاص، احنا بنتكلم على فكره معينه مش عايزين نلغوا. حلوه الشراسه دي في الرد، يا عم انت بتتكلم وخلاص، يعني الموضوع واضح. انت ماشي واخد الكاس في ايدك وماشي واخد الكونفدراليه في ايدك، احنا لحد الحفله دلع الدوري عمالين نتحايل على الناس ان احنا نستلمه، لما استلمناه في حفله مغلقه في احد الاماكن وحاولت الشركه الراعيه وحاول النادي الاهلي انه يخرج شكلها حلو، انت عايزه كمان يرجع يعمل لك حفله؟ الموضوع صعب، الموضوع وصل لمرحله ان الرد يا جماعه ماشي بنقول حاجه بتاع بس شكلنا ما يبقاش كده، يعني قال له انت بتقول ايه؟ فاعتقد مشهد غريب جدا بس يعني. بس انا اتمنى المشهد ده ما يكررش، لان احنا كده مش هنطلع اللعيبه بيردوا على نفسهم مش هنرد احنا. لا لا الحقيقه لا. هو درع الدوري المفروض ان هو اتاخر كتير جدا، فده الشكل اللي ممكن يعني يرضي جماهير النادي الاهلي. ده ادنى حاجه يا احمد. اه انا عارف ده اقل حاجه بالفعل. اقل حقوق النادي الاهلي. انت كان المفروض درع الدوري نستلمه في ارض الملعب، عندنا مباريات كتير حققنا الدرع، وكان عندنا مباريات الزمالك نقدر نحققها، وكان عندنا مباريات كتير جدا يا فارس، ولكن في النهايه هم ردوا على بعض. هم ردوا على بعض وكان الرد طريف وحبينا نقف عنده. ونتمنى والله الناس كلها ترد بمنطقيه ويكون ده شعارنا، لان احنا والله ده دستورنا هنا واحنا بنعمل ده طول الوقت وده اتفاق ما بيننا، فنتمنى كل الناس تتعامل بنفس المنطق. هنطلع فاصل وهنرجع لفقرتكم المحببه واللي هتكون مختلفه خالص النهارده، ريمونتادا. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ريمونتادا، وريمونتادا الاسبوع ده هيكون مختلفه شويه. احنا هنتناول في ريمونتادا قضيتين وقضيتين في غايه الاهميه،
طبعا القضية الأولى شيء يعني بيثير الجدل على مستوى الجماهير، هي فكرة تشجيع الأندية المنافسة في البطولات الأفريقية. يعني جماهير النادي الأهلي تشجع الأندية اللي ضد نادي الزمالك في البطولة الأفريقية، والعكس جماهير الزمالك بتشجع الأندية اللي بتلعب ضد النادي الأهلي. والحقيقة الأمر بقى تطرق لكمان نجوم ملاعب وبيعترفوا أو بيقروا أو بيتمنوا خروج النادي الأهلي أو خروج نادي الزمالك. والحقيقة احنا هنا عشان نكون منطقيين مع ذاتنا ومتسقين مع ذاتنا، أنا وفارس من مبدأ فكرة إن ده أمر طبيعي جدا في كرة القدم، إن أنت طالما فريق منافس معاك في بطولة أو بينافس تاريخيا على البطولة دي، وإحنا شفنا صراعات نادي القرن شغالين عليها 18 أو 19 سنة، فشايفها بعيد خالص عن فكرة ما يسمى الوطنية. الوطنية في أشياء كتيرة جدا، لكن في كرة القدم الزمالك منافس للأهلي، فأكيد أنا مش هتمنى للمنافس إن هو يتخطاني، خاصة إن بطولة أفريقيا دي بتتيح الفرصه يا فارس لسبونسر ورعايه. عندنا وجهه نظر، احنا لسه بنتخانق في نادي القرن بتاع القرن اللي فات، فطبيعي البطوله بتفرق، الماتش بيفرق، النقط الدور اللي انت بتوصل ليه بيفرق، فاحنا متنافسين حتى لو انا مش مشارك في البطوله، فانا نتائجك في البطوله تفرق معايا، بس اللي بيفرق برضو التلاعب بالامور، وده اللي هتوضحه. ايوه اللي يفرق بقى ان انا اكون واضح وصريح جدا ان انا بتمنى خروج النادي الاهلي من البطوله، لكن في نفس الوقت زعلان جدا ومتضايق جدا وبتريق او بسخر على الجماهير الاخرى لو بتتمنى خروج الزمالك من البطوله. تعالوا نشوفوا فيديو للكابتن احمد عيد عبد الملك الزملكاوي الخطير. عيلتك بتقول ان انت بتقول يعني هارد لك للشعب السنغالي اللي موجود معانا في مصر. اه مصر تقصد مين؟ ظهروا كتير جدا، ظهروا السنغاليين اللي هم في مدينه البعوث دول، انت مش عارف يعني. طبيعي ان الاهلي يبقى مش عايز، او الاهلاويه يبقى مش عايزين الزمالك يكمل في البطوله، والزملكاويه يبقوا عايزين او مش عايزين الاهلي يكمل في البطوله حتى لو هو مش طرف فيها في القصه. ده سؤال يعني على السنغالي، يعني تكمل السنغالي. تكمل اعتبرها سؤال في حته جديده يعني. طبيعي. اه طبيعي. هو طبيعي فعلا. انا واحد من الناس، مش ليه اصلا اخلي المنافس بتاعي في مصر اصلا يبقى يكمل في افريقيا ليه؟ حتى لو انت مش طرف، حتى لو انت لو انا مش طرف طبعا لا. وما انا منافس ليه في تاريخ دوري الابطال. انا منافس من المنافسين الكبار في تاريخ دوري الابطال. ليه هو يعدي وانا ما اعديش؟ بس ما في ناس بتحسبها انه مصر و... لا ما... ولا مصر ولا ما فيهاش حاجه، الموضوع يعني ملوش علاقه بالوطنيه. انت انت غالبا انت بتشجع برشلونه غالبا. انا تشيلسي. تشيلسي؟ ماشي. ما شجعش ارسنال. يعني اكيد مش هتشجع انا فرقه يعني بس انا مش انجليزي. بس انا متفهم لوجهه نظرك. لا هو يعني حتى الاسبان هو فرقه حد بيشجع ريال مدريد، حد بيشجع برشلونه، فالموضوع مختلف. وبعدين الحاجات دي بتبقى فيها حفلات كبيره يعني بالنسبه لنا على السوشيال ميديا، فالموضوع بيبقى حلو. كواحد كبير زملكاوي كبير يعني زيك، انا واحد بتفهم وجهه النظر ان الاهلاوي ممكن ما يشجعش الزمالك والزمالك ممكن ما يشجعش الاهلي، هي في الاخر كوره. فالموضوع يوصل لحد بقى انه لا ده وطنيه وكده، الوطنيه في حاجات تانية كتير. هو الموضوع يبقى بادب بس في الاول. صح. وفي الاخر يعني. صح. الكابتن احمد عيد طبعا هو معروف في شويه مناوشات بين الجماهير الاهلي والكابتن احمد عيد على السوشيال ميديا، وهو يعني متابع جيد ونشط على السوشيال ميديا، لكن الحقيقه الفيديو حمل المتناقضين. يعني في بدايه الفيديو قال كتروا تقريبا المشجعين السنغاليين اليومين دولت بتوع جامعه البحوث. الحقيقه الجمله دي فكرتني بتصريح اخر للاعب برضو كبير كابتن احمد الشناوي، لما قال احنا كان في جماهير بالفعل حاسين انها قليله لاننا قبل ما ناخد الدوري ما كناش بنشوفها كتير، لكن طالما الكابتن احمد عيد شاف ان السنغاليين كتروا كنت ممكن اتفق معاه لو وقف الفيديو عند هنا، لكن هو كمل. وده اللي احنا بنقول عليه بقى فكره التناقض، ان هو بيسخر من اي حد بيشجع نادي اخر ضد نادي الزمالك، وهو في نفس الوقت بيتمنى خروج النادي الاهلي من بطوله دوري ابطال افريقيا. اعتقد التناقض واضح، واعتقد اذا كان ليك مقتنع بفكره فما تزايدش على الجماهير الاخرى. طب التناقض واضح، بس غالبا ممكن نفهمه لو التناقض ده حاله فرديه، بس الظاهر كده ان التناقض ده بينتقل بالعدوى. تعالوا نشوف كابتن خالد الغندور قال ايه. بل خرج علينا البعض يدافعون عن الفريق السنغالي، والبعض ايضا اشاد بالفريق السنغالي، ثم نفاجأ بترجمه اخرى ومحاولات اخرى من بعض من يعني ينتموا
لمصر ولكن هما بيشجعوا فريق سنغالي. عادي عادي يا جماعه، عادي ما تكون انت مصري وبتشجع فريق سنغالي. ممكن مثلا يكون لك جذور سنغاليه، مثلا الوالد اتجوز سنغاليه، فبالتالي انت كده بتشجع السنغال عشان والدتك، حبا في والدتك مثلا. ممكن تكون اتجوزت سنغاليه، ممكن تكون عشت جزء من حياتك في السنغال فانت بتحب السنغال وبتحب هذا النادي. ممكن واحد بيحب ساديو ماني فشايف ان ساديو ماني طلع من هذا النادي فبيشجع الفريق السنغالي. بغض النظر عن موضوع والدك اتجوز سنغالية او لغة الحوار دي، لان احنا عندنا تحفظ كبير جدا عليها، ولكن فكرة مصري والموضوع المفترض يمشي ازاي. كابتن خالد، حضرتك اللي جيت عملت حملة على مهدي عبيد، عملت حملة على أزارو، حضرتك جيت كان لك موقف واضح من خلال أحد المعدين بتوعك عن إن الشركة الراعية كان لها تدخلات في بطولة أفريقيا في مباراة الترجي. حضرتك كابتن خالد ما ينفعش تقول لنا كده، يعني حضرتك يا كابتن خالد ما فيش أي منطق إن أنت تتكلم وكأنك بتنظر عن الناس في حاجة أنت ده انت محرك ليها، انت باعث ليها. وبعدين انت عندك طول الوقت مبدأ متفق معانا في اللي احنا بنتكلم فيه، فكرة ان الاندية المنافسة في بطولات افريقيا هي متنافسة معايا حتى لو انا مش بلعب فيها، وان الموضوع ده مختلف عن فكرة الوطنية او الفكرة بتاعت ان ده بيلعب باسم مصر. طب ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ازاي ده يتفهم مع ده؟ بس لو عايزين نرجع لاصل الموضوع وعايزين نرجع لمين بيكون له كجمهور ميول واضحة، وعايزين نعرف مين اللي بيروح مدرج فريق تاني وبيقعد فيه، نقدر نشوف الفيديوهات دي ومنها هنفهم كويس قوي. أما النادي الكبير والجماهير الكبيرة للقطب الثاني في الكرة المصرية نادي الزمالك، لم تشأ جماهيره أن تذهب بعيدا عن هذه الاحتفالية ضد الأهلي إلا وشاركت فيها بوضوح، فرفعت علم الصفاقس في المدرجات. فماذا سيحدث إذا لا قدر الله وخسر الأهلي الكأس؟ هل ستقام الأفراح والليالي الملاح في بورسعيد والإسماعيلية وميت عقبة؟ أعتقد أن هذا السؤال إجابته وبمنتهى الصراحة والوضوح نعم. اعتقد يا كابتن خالد لو انت ما كنتش شفت فاكيد شفت الفيديوهات دي، واعتقد انت مطالب بكتير جدا من التوضيح لوجهات نظرك، وطول الوقت القاء الاتهامات وطول الوقت التناقض فيما يتعلق باي شيء يخص النادي الاهلي. احمد، هو الحقيقه كابتن خالد في موضوع التشجيع ده اللي احنا متابعين معاه حاجات كتير جدا، هو كان بيتكلم عن فكره مين اللي في صن داونز قال افريقيا يا صن داونز في 2016، فاصرينا ان احنا نجيب لكابتن خالد ونقول له ان الموضوع مش في 2016، الموضوع في 2005 و2006، وبالفعل ما كانش فيه متنفس لجماهير الكره في مصر لاي نادي منافس للنادي الاهلي الا بعد التعادل في المباراه الاولى مع الصفاقس التونسي في القاهره 1-1، لان قبل كده كان النادي الاهلي مكتسح 55 مباراه تقريبا على التوالي، كنا عاملين نتائج كبيره جدا، فكان المتنفس هنا هو تشجيع فريق تونسي. فلو حضرتك بتتكلم عن 2016 احنا جايبين لك من 2005 و2006، واذا كان بعض الجماهير لهم زيارات او راحوا مثلا زاروا السنغال، فاعتقد كابتن خالد حضرتك مع جماهير كتير جدا لفت افريقيا كلها في التعامل مع النادي الاهلي، واعتقد الامر بقى واضح بالظبط. ولو ما لفتش كمان مشاركه وجدانيه، ده نص الانديه اللي احنا لعبناها تيشرتاتها الناس اشترتها، نص الانديه. هو الكابتن خالد دايما يثير الجدل واثار الجدل في فيديو، بصراحه انا وانا بسمعه يعني طب هو ازاي اتقال، طب هو طلع منه ازاي، طب هو سال عن النادي الاهلي. تعالوا نشوف الكابتن خالد وهو بيقول ان النادي الاهلي نفد من واجهه نادي الزمالك. الزمالك ما بيخافش وعمره ما خاف، ونادي الزمالك دايما بيواجه. انا بقولها بمنتهى الصراحه، يعني جايبين منين الثقة الكبيرة دي؟
انا من وجهه نظري الزمالك لو كان لعب اللقاء القادم قولا واحدا كان بنسبه كبيره الزمالك هيكسب. نفدتوا، انا بقول لكم انتوا نفدتوا الماتش اللي جاي ده. حد يقول لي يا عم خالد بقى بطل تقول الكلام دوت، وانت حضرتك جاب الثقه دي منين؟ حضرتك كنت كسبان الماتش الاولاني 3-0 ومستر ميتشو عمل حاجات كتيره جدا في التغييرات، تك في 10 دقايق الزمالك جاب جونين، وكان لو في 5-6 دقايق كمان كان الزمالك جاب جون، ولا كان جاب جون الزمالك 3-3 وخسر، كنت قلت على فايلر ده ما عندوش فكره ازاي يكون كسبان 3-0 ويتعادل 3-3. ده انت كنت عمال تقع وتوقع نفسك وتضيع وقت، واجايه نقعد نشيله عشان يطلع عشان حضرتك تضيع وقت عشان خايف يجي فيك الجون الثالث. فحضرتك جايب الثقه دي منين يعني؟ حضرتك محسسني ان الزمالك خايف، خايف من ايه يعني؟ هو الزمالك عشان بعض المباريات لم يكن موفقا، وحضرتك كسبت لي اسوان وكسبت لي الفريق الغيني رايح جاي، وهتقول لي ماتش الاهلي والزمالك طبيعي ومنطقي، ممكن تكسب ممكن تخسر ممكن تتعادل، لكن مباراه تقدمت فيها كمان حضرتك بخطا تحكيمي فادح، كره فاول على لشيكابالا مليون في الميه على رمضان صبحي. الكابتن خالد بيسال حضرتك جايب الثقه منين؟ والله يا كابتن خالد انا مش هقول لك بس اخر مباراه انا فايز عليك فيها، وفكره بقى لو اصل اللعيبه اتصابت احنا عرضناها كتير واتكلمنا كتير، وعندنا اتنين قلبين دفاع اتصابوا ومش عايزين نتكلم فيها. المباراه 90 دقيقه وانا الشوط الاول تقريبا يعني كان ممكن يطلع بنتيجه اكبر بكتير من فكره 3-0، وضيعنا فرص كتير جدا في الوقت اللي 90 دقيقه نادي الزمالك ما قدرش يوصل لشباك الشناوي الا من خلال ركلتين جزاء. ولو تتكلم زي ما قلنا على هدف لرمضان صبحي فانت الهدف الثاني برضو جاي من فاول قبلها، لكن القصه مش كده يا كابتن خالد، القصه انت عايز تعرف احنا جايبين الثقه منين. طيب الثقه لو احنا رجعنا 10 12 سنه كده ورا نقول لك احنا جايبينها منين، وما تقوليش اشمعنى 10 12 سنه، لان المفروض ان الاجيال اللي بتلعب ده او الجيل اللي بيلعب ده هو اللي عاش او عاصر الفتره دي. فاحنا اخر 10 12 سنه وتحديدا تقريبا من 2005 لو رجعنا كمان 14 سنه الاهلي واجه الزمالك 25 مواجهه في الدوري. الثقه جت من فوز النادي الاهلي في 14 مباراه يا كابتن خالد. الثقه جت في ان النادي الزمالك ما قدرش يفوز على النادي الاهلي خلال 14 سنه في الدوري غير مباراتين. مباراه كابتن مستر مانويل جوزيه وتسع لاعبين خدوا اجازه، ومباراه ثانيه تقريبا كانت هي المباراه الوحيده اللي حكمها حكم مصري وبرده كان الاهلي حاسم الدوري. الاهلي كان حاسم الدوري، يعني مباراتين تحصيل حاصل، الاهلي ما كانش محتاج فيهم للفوز، وتسع تعادلات. والله يا احمد انا شايف حاجه مختلفه كمان، مش النادي الاهلي جاب الثقه منين، حضرتك جبت الكلام ده منين؟ يعني انت خدت مباراه، وبعدين منطق غريب قوي، خدت مباراه ووقفت عندها واسقطت عليها ان المباراه دي النادي الاهلي اللي كسبان اوريدي فيها كمان ثلاثه، انت اسقطت عليها، اصلا انا كنت ممكن اتعادل معاك. لا، جايب الثقه في التفوق التاريخي، جايب الثقه في ان نادي الزمالك بالمقارنه باي انديه ثانيه على مستوى العالم في فكره القطبين، لا تفوق مش طبيعي للنادي الاهلي، جايب الثقه من حاجه ثانيه، هنشوف مواجهات نادي الاتحاد السكندري مع كامل الاحترام ليه مع النادي الاهلي، 26 مباراه 19 فوز للنادي الاهلي، 3 فوز للاتحاد، 5 تعادل. دي في نفس الفتره اللي احنا جبنا فيها نتائج نادي الزمالك، 3 فوز للاتحاد على الاهلي وانت فزت عليا مرتين، يبقى جايب الثقه منين؟ لا، جايب الثقه ان بنسبه الاحتمالات وبنسبه المنطق وبكل مرجعيه تخص مواجهات النادي الاهلي بنادي الزمالك، وده مش غرورا من النادي الاهلي، دي حقائق تدينا الافضليه ان احنا نبقى عارفين ان احنا متفوقين. فكره انا قولا واحدا كنت عارف ان الزمالك هيكسب، احنا ده احنا عمرنا ما قلناه مع التفوق التاريخي، احنا بنقول لا، التفوق التاريخي يشير الى ان النادي الاهلي كان يقدر يتفوق ويقدر يكسب، ولكن فكره قولا واحدا الزمالك كان هيتفوق انا فاهمها يا احمد برضو في اطار محاوله من رفع الروح المعنويه لنادي الزمالك، خصوصا كان بيقول ان الدنيا متراجعه شويه، فهو حاول يدي دفعه لنادي الزمالك، وحاول لما شاف السوشيال ميديا كلها واخده في اتجاه ان في تفوق واضح للنادي الاهلي وان الزمالك متراجع، حب يدعم الناس معنويا، وانا ما فهمش غير في الاطار ده بصراحه. وهي ما فهمش غير في الاطار ده لان الكابتن خالد اصلا كان بيقول انا مش عايز العب المباراه عشان اصابات وما شابه، لكن الحقيقه جبنا بس مع الاحترام لنادي الاتحاد السكندري احنا جبنا مواجهات هي 26 مواجهه، لان نادي الاتحاد السكندري شارك معانا في دوري مجموعات، كان الزمالك في المجموعه الاخرى، بس عشان الناس لو بتتكلم في دقه الارقام، لكن هي نفس المده الزمنيه بالظبط. الحقيقه النتائج او الفوز اللي عمله الاتحاد السكندري في مباراه النادي الاهلي كان محتاج الفوز فيها، لكن نادي الزمالك
فاز على النادي الاهلي في مباريات النادي الاهلي ما كانش محتاج الفوز فيها. اعتقد الكابتن خالد بقى واضح احنا جبنا الثقه منين. نطلع فاصل واستنوا فقره او الجزء الثاني من ريمونتادا قوي جدا. اهلا بيكم في الجزء الثاني من ريمونتادا. كان بيتقال ان ريمونتادا لما كانت جزء واحد كانوا بيدعوا علينا، دلوقتي مش عارفين ايه اللي هيحصل. في ريمونتادا الجزء الثاني هنتناول تناولهم لفكره بيان النادي الاهلي وفكره تكافؤ الفرص، لان دي محاوله لضرب بيان النادي الاهلي في مقتل. هنطلع نشوف الفيديو ده ونبدا نفند فكره ريمونتادا الجزء الثاني. تكافؤ الفرص يا جماعه بيقول ان كل الفرق تروح تلعب في الاسماعيليه وكل الفرق تستقبل النادي الاسماعيلي على ارضها. تكافؤ الفرص بيقول ان انا ملغيش مباراه رسميه عشان خاطر في نادي عايز يلعب مباراه وديه. تكافؤ الفرص ان مش من حق اي اتنين ناديين يتفقوا مع بعض على انه النبي معلش انا تعبان عايز العب الدور الاول على ارضي وانت بقى العب الدور التاني على ارضك، وبعد كده لجنه المسابقات توافق. مفيش حد في الدنيا في العالم، يعني ما ينفعش مثلا هادوكم مثال، ما ينفعش الارسنال ومثلا بيلعب ليفربول فرئيس نادي الارسنال يكلم رئيس نادي ليفربول فيقول له النبي معلش بعد اذنك والنبي بس احنا تعبانين لسه جايين، كان عندنا ماتش مثلا في اسبانيا فجايين تعبانين شويه والنبي بعد اذنكم، فالنبي معلش ممكن تخلي الماتش بتاعي على ارضي الاول والماتش الثاني. فرئيس نادي ليفربول عنايه ليك يا رئيس نادي الارسنال ده انت تؤمر يا حبيبي، فيروح كلمين رابطه المحترفين في الدوري الانجليزي فيقولوا لها معلش احنا هنغير الماتش، فرابطه يا سلام انتوا مش اتفقتوا مع بعض يعني من عين دي قبل العين دي، يعني ده كان بيحصل عندنا. هنرد على الفيديو ده في ثلاث نقاط. النقطه الاولى هي في تكافؤ الفرص، فكره الاهلي هو الفريق الوحيد اللي بيروح ما بيلعبش في الاسماعيليه. اولا النادي المصري والنادي الاسماعيلي بيلعبوا في استاد برج العرب لاسباب امنيه. النادي الاهلي مش هو المنوط بيه ابدا فكره الحصول على الموافقات الامنيه للعب في الاسماعيليه، زي ما انت يا كابتن خالد كنت بتذكر دايما ان الموضوع متعلق بموافقه امنيه او زي ما قلت احنا ملناش دعوه ده قرار الامن. نيجي كمان يا كابتن خالد لفكره مهمه جدا، وهي ان الاهلي في المباراتين لما بيلعب مع الاسماعيلي بيلعب المباراتين في برج العرب، اذا زي ما الاسماعيلي بيخسر افضليه لعبه على ملعبه النادي الاهلي بيخسر افضليه اللعب في القاهره. المنطق المنقوص والمغلوط ما بيوصلش المعلومه كامله. بس الاهم من كل ده كمان هو مين كان بيبقى بطل الدوري لما كنا بنلعب في الاسماعيليه. تصدير المغالطه وكان في كل مره كنا بنلعب في الاسماعيليه ده كان تاثيره ان النادي الاهلي ما بياخدش الدوري او ده اخل فكره ان الزمالك كان البطل مثلا، ده شيء مش حقيقي. النادي الاهلي فاز على الاسماعيلي في الاسماعيليه مرتين بنتيجه 6-0. اعتقد ده مؤشر لان النادي الاهلي لما كان بيلعب في الاسماعيليه وكان الاسماعيلي بيجي يلعب في القاهره كان برضو النادي الاهلي البطل. استخدام ده في محاولة ضرب بيان النادي الاهلي في فكرة تكافؤ الفرص اللي هي اساس البيان، دي استعرضنا للخطوات بتاعت محاولة التضليل في فكرة تكافؤ الفرص وازاي هنرد عليها. ووضحنا اول نقطة يا اسامة. لا ده انا كمان هزيد على كلامك ان النادي الاهلي هو المتضرر. انا يعني قرار ان المباراتين يكونوا في برج العرب ده قرار بيجور على حق النادي الاهلي، وده قاله الحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات. قال لو كنا سيبنا الامر ان كل نادي يجيب موافقه امنيه النادي الاهلي هيعرف يجيب موافقه امنيه ان النادي الاسماعيلي يلعب في القاهره، لان مفيش شغب حصل في القاهره لنادي الاسماعيلي قبل كده، لكن النادي الاسماعيلي هو اللي ما كانش هيعرف يجيب موافقه امنيه ان هو يلعب في الاسماعيليه، فبالتالي الاسماعيلي مباراته اللي في الاسماعيليه هتتلعب بره سواء السويس بقى وبرج العرب، لكن في المباراه اللي هتتلعب في القاهره، فكون الاثنين يروحوا برج العرب فانا كنادي اهلي المتضرر، انا اللي ممكن اسال عن تكافؤ الفرص مش انت يا كابتن خالد. لكن الحقيقه هو اتكلم في نقطه ثانيه وقال تكافؤ الفرص ما لعبش مباراه وديه والغي مباراه رسميه. الحقيقه انت عندك حق. نادي الزمالك تاريخ 6 اكتوبر راح لعب بطوله وديه وهي بطوله السوبر المصري السعودي. اللي بيتحكم في تحديد توقيت المباراه هو الاتحاد المصري مشاركه مع الاتحاد السعودي.
يعني توقيت المباراة مش ملزم، يعني ممكن اختار توقيت للمباراة دي بما انها بطولة ودية ان انا العبها في اي توقيت بعيدا عن الارتباطات الرسمية، لكن ده ما حصلش. تم تأجيل مباراة الزمالك والاسماعيلي تاريخ 6 اكتوبر عشان الزمالك يلعب مع الهلال السعودي مباراة ودية. ده الاهم من كده، قبلها باربع ايام تم تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز عشان الزمالك ملوش مزاج يلعب المباراة. والاتفاق بين النادي يعني ملوش مزاج يلعب المباراة، قال انا مش هلعب، والنادي التاني قال خلاص احنا موافقين مش هنلعب، فاتحاد الكرة قال امين ولعب بيراميدز مع بتروجيت بتاريخ 3 اكتوبر. فلو بتتكلم عن مباراة ودية ومباراة رسمية هنجيب لك كل نقطة منطبقة مع نادي الزمالك مش مع النادي الاهلي. الجميل بقى يا احمد ان النقطة التانية بتنقلنا للنقطة اللي بعدها، فكرة ناديين اتفقوا ان يتم تأجيل المباراة عشان خاطر انا هروح العب مباراة ودية، بس ما كانتش دي السابقة الوحيدة اللي حصلت. هنيجي لمباراة الزمالك والجونة نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب ونشرح لكم القصة بتاعت مباراة الزمالك والجونة كاملة. لجنة المسابقات بتوافق على طلب الزمالك، الزمالك عايز مفروض الزمالك يلعب الجونة في الجونة الفترة اللي جاية، بس الزمالك طلب ان يلعب المباراه بتاعه الجونه دي في الدور الاول على ملعب الزمالك في القاهره، عشان الزمالك عنده بعديها مباراه الاتحاد السكندري في البطوله العربيه، والجونه وافق وتم تبديل اللقاء ما بين الزمالك والجونه، الزمالك هيلعب مع الجونه الاول. هنلعب لعبه حلوه، هناخد الفيديو ده من زاويه كابتن خالد الغندور، بمعنى الاهلي هيلاعب الجونه في الجونه وعنده مباراة مع فريق مصري في البطولة العربية اللي هو الاتحاد السكندري، فهنلاقي فجأة ان لجنة المسابقات نتيجة الاتفاق بين نادي الاهلي ونادي الجونة خلوا نادي الجونة يجي يلعب في القاهرة عشان يريحوا الاهلي لماتش الاتحاد، النادي فريق مصري زيه، بريحه بدي الاهلي افضلية عشان لما يروح يلعب الاتحاد ما يبقاش تعبان. طب ايه رأيك يا كابتن خالد، كل ده عمله الزمالك وحضرتك بتقول ان مفيش ناديين يرتبوا المباريات او يغيروا او يبدلوا المباراه اللي هنا بدل اللي هنا، ايه رايك يا كابتن خالد في اللي عمله الزمالك؟ ما طلعتش رفضت ده ليه وقتها؟ اكيد مش هتطلع ترفض، بس على الاقل ما تجيش تلصق بينا تهمه انت عملتها وبشكل غريب جدا ان كان الطرف الثاني نادي مصري، يعني ريحت نادي الزمالك عشان يقابل نادي مصري يبقى ليه افضليه عليه، شيء غريب يا اسامه. الا اذا اعتبرنا نادي الاتحاد السكندري مش نادي مصري. الاتحاد السكندري التونسي مثلا. التونسي او الجزائري. الحقيقه كابتن خالد الفيديو اللي انت عملته عن تكافؤ الفرص ده بصراحه يعني لما جينا نرتبه كده لانك هدية. بتدينا هديه بجد والله، ان كل نقطه اعترضت فيها على مبدا تكافؤ الفرص لقينا وقع او وقعتين لنادي الزمالك. عارف يا احمد من اهم مميزات الفيديو ده ان خلانا نقدر نبروز بيان النادي الاهلي في فكره تكافؤ الفرص فعلا، وان انت عندك قضيه عادله. بالتاكيد، وفكره ان الانحياز التاكيدي اللي دايما بيصاب بيه البعض هي فكره ان انا بشوف الامر من وجهه نظري فقط لا غير، وبتغاضى عن اخطائي، ولما يحصل ده اذا اعتبرنا خطا خلاص طالما نادي الجونه وافق ونادي الزمالك وافق. الفكره كلها لو كانت الراحه الفريق غير مصري لكن كان نادي الاتحاد السكندري، لكن كابتن خالد الغندور كان عنده تصريحات تانية فيما يخص تكافؤ الفرص. تعالوا نشوف كابتن خالد ونرجع تاني. انت بتحط سيستم ونظام يمشي على الجميع، وسبحان الله من يرفض تأجيل المباريات هو نفس الفريق اللي يعني تدخل الامن قبل مباراته مع بيراميدز باقل من 48 ساعة في الفجر، وتم اعلان عدم إقامة اللقاءات كلها عشان ماتش الأهلي والبيراميدز ما يتلعبش من الآخر يعني. أيوة عشان حفظ ما وجه مين. الموضوع ده ما ينفعش أبدا يا جماعة نقارنه بفكرة اللي حاصل حاليا وفكرة مباراة متحدد موعدها بين الأهلي والزمالك ويتم التأجيل. الحقيقة الكابتن خالد يعني كمان بيتكلم في فكرة إن الأمن تدخل وعمل الجواب ده أو الخطاب ده عشان يحافظ على ان النادي الاهلي ينسحب او ما ينسحبش. اعتقد انا جميعا مش انا بس نربى بان الامن يتدخل هذا التدخل، والحقيقه حتى النادي الاهلي كان موقفه واضح وسليم. وتعالوا نفكركم بالواقعه اللي هي كانت مباراه الاهلي وبيراميدز 27 فبراير. الواقعه دي كانت في دوري العام، في الدوري العام، وكان اتحاد الكره قال ترتيب مواعيد مباراه الدوري العام واعلنها يوم 6 يناير وارسلها لجميع الفرق. محدش اعترض ولا فريق اعترض. ليه محدش اعترض؟
لان وقتها كان بيقال ان النادي الاهلي مش هيهبط وان النادي الاهلي في المنطقه الدافئه واننا فزنا على صاحب المركز السادس واشياء من هذا القبيل. بمجرد ما وصلنا لنهايه يناير وبدا كيرف او مستوى النادي الاهلي يعلى والنادي الاهلي حقق فوز ورا فوز ورا فوز، بدات الفرق تاخد بالها، ايه ده؟ ده النادي الاهلي رجع، ده النادي الاهلي بيكسب، ده النادي الاهلي هو معقول من المنطقه الدافئه هو هيعملها معانا تاني؟ زي هو الرهوان ما عملها معاك تاني؟ فبدا في 30 يناير يبدا بوادر الازمه. ازاي النادي الاهلي يلاعبني او يلاعب بيراميدز 27 فبراير قبل ما يلاعب الزمالك الدور الاول اللي كان متاجل بناء على حاجه خالص بعيد عن النادي الاهلي؟ بالمناسبه النادي الاهلي في الموسم ده لم يطلب تاجيل اي مباراه، واتحدى اتحاد الكره السابق او اعلام الزمالك حق يطلع اي خطاب للنادي الاهلي ان هو اجل مباراه. النادي الاهلي طلب بس تاجيل مباراه واحده اللي هي حرس الحدود لما كان مسافر وكان ميعاد الطيران بيوافق مباراه حرس الحدود. الحاج عامر حسين ما تتاجلش ده الحاج، لا 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 ما تاجلش فيها، الحاج عامر حسين قال مش شغلي. لا انا بقول ما كانش في مجال هنا ان هو لازم المباراه كابتن عامر الحاج عامر حسين كان لازم يخرج بالتصريحات دي لان انت ما عندكش مجال ان انت تلغي المباراه بالظبط ولا اجلها ولا لغاها، وقال انا مش شغلي، النادي الاهلي يدور على تذاكر سفره براحته، المباراه هتتلعب مع حرس حدود يومها الطبيعي. وبالفعل النادي الاهلي التزم ولعب، وفعلا النادي الاهلي دور هو على تذاكر، لكن القصه انك تساويها بكده. لكن الازمه في ايه؟ الازمه ان طلع بعد ضغوط على اتحاد الكره اللي كان بيقبل الضغوط الموسم الماضي الا من النادي الاهلي، واعلن ان هيتم تغيير جدول الدوري وان المباراه هتتحول من مباراه في الدوري الى مباراه في الكاس. هنا مين اللي اخل بالتعاقد؟ هنا مين اللي اخل بنظام المسابقه؟ هو اتحاد كره القدم المصري بناء على ضغوط من انديه اخرى. نادي بيراميدز اللي كان بيقول ان ده نظام غير عادل في المنافسه لانه شايف النادي الاهلي في المنافسه ولازم النادي الاهلي يلاعب الزمالك، وتضامن معاه نادي الزمالك اللي كان موقفه غريب لان اتحاد الكره حدد مباراه الاهلي وبيراميدز اللي كانت في الدوري 27 فبراير انها تتلعب في الكاس، وحدد او 28 فبراير، وحدد مباراه للزمالك والمقاصه 27 فبراير انها تتلعب في الكاس. وقتها الزمالك كان بيلعب في الكونفدراليه وكان محقق نقطه او نقطتين من الثلاث مباريات الاولانيين لما تعادل مع بيترو اتلتيكو في القاهره. طلع وقتها رئيس نادي الزمالك رفض رفض تام، انا مش هلعب مباراه المقاصه، ليه؟ انا مسافر هلعب مع بيترو اتلتيكو وده واجب وطني والقصه والروايه. بعد يوم بالظبط طلع نفس الشخص ونفس المسؤول تحدث ان هو موافق على انه يلعب مباراه المقاصه عشان يجبر النادي الاهلي ان هو يلعب وقتها مباراه الاهلي وبيراميدز في الكاس. فما ينفعش ابدا تساوي كل ده بمباراه معروفه في الجدول انها مباراه في الدوري. فكره انك تقول لي اصل الامن تدخل عشان يحفظ ماء النادي الاهلي، لا، النادي الاهلي كان موافق جدا يلعب مباراه لو في الدوري، لكن بانها غيرت المسابقه اللي غير اللوائح هو اللي يتحمل والامن يحافظ على ماء وجهه هو مش ماء وجه النادي الاهلي. ما هو ده يا احمد نفس النسق، انا مصمم على الجدول زي ما اتبعت فيما يخص انت بتبدل لي بتحط لي كاس، وما كانش في اعتراض. عارف لو كان في اعتراض من البدايه كنا ممكن قلنا ان ده شيء منطقي. واللي عايزين نتكلم فيه عشان هنا يا احمد انا كنت بستوقفك فكره مباراه زي حرس الحدود، هو الحاج عامر حسين يا احمد قال وقتها ايه؟ قال ان مفيش ما يسمح ان النادي الاهلي يتاجل له اي مباراه، النادي الاهلي جدوله مضغوط، النادي الاهلي هو حر في موضوع التذاكر ويختار تذاكر الطيران براحته. وكان عندنا مباراه مع مين؟ كان عندنا مباراه وقتها مع كنا بنلعب منافسه افريقيه. طيب تعالوا بقى نشوف الفيديو ده وهنفهمكم احنا ليه اتكلمنا في النقطه دي، نطلع للفيديو. الزمالك اما تم تاجيل اكتر من مباراه للمنافس بتاعه كان بيعترض، لكن ما كانش بيقول ان انا مش هيلعب. في الوقت اللي مثلا تم لعب مباريات واسابيع قبل اسابيع وتم يعني تاجيل مباريات اكتر من مره، يعني مباراه تتاجل وبعد كده تحدد ميعادها وبعد كده تاجل تاني وبعد كده تحدد ميعادها وبعد كده تاجل تالت، يعني اكتر من مره، وكمان بانتقالات صيفيه وشتويه وصيفيه، حصل ده ولا ما حصلش؟ حصل. كل ده بيدل ان مفيش مبدا تكافؤ الفرص. مفيش مبدا تكافؤ الفرص، والنادي الاهلي اتقال له روح اتصرف في تذاكر الطيران بتاعتك شوف انت عايز تعمل ايه. طب نادي الزمالك اللي كان عنده مباراه مع الانتاج الحربي في الدوري وكان بيلعب عنده مباراه تانية مع النجم في افريقيا بعدها، طلب نادي الزمالك تأجيل المباراة، اتحاد الكرة في البداية حاول يحافظ على إقامة المباراة يوم 1 مايو ولكن أصر نادي الزمالك على التأجيل بحجة أنه هو عنده منافسة أفريقية وده واجب وطني. اتحاد الكرة حس أن المسابقة بالشكل ده هتبوظ، عمل إيه اتحاد الكرة؟
قال انا عايز تعهد منك ان المباراة دي هترجع تلعبها يوم 15، وان انا هبدأ اضغطك هتلعب 3 مباريات لما ترجع، تلعب يوم 9 ويوم 12 ويوم 15. نادي الزمالك خرج منه موافقة كتابية ان هو هيلعب يوم 9 ويوم 12 ويوم 15 المباراة اللي تأجلت مع الانتاج. اتحاد الكورة قال كويس، حل وسط، انا هنا مفيش اي افضليه لنادي الزمالك، اتاجلت له المباراه بس رجعت لعبت مباراه مضغوطه عشان احافظ على مبدا تكافؤ الفرص. راح الزمالك لعب في افريقيا، رجع الزمالك تعال العب مباراه الانتاج مش لاعب. طب ليه؟ لا انت كده بتضغطني، انا هلعب يوم 9 يوم 12 وفعلا ما اتلعبتش مباراه الانتاج يوم 15. عايز اخدكم بقى لحته تانية، ان تخيلوا لو كان الاتحاد حافظ على المبدا اللي عنده خطاب رسمي بيه ان الزمالك يلعب يوم 15، كان فرق معانا ان احنا كنا ممكن انهينا الدوري قبل بطوله الامم، وكان خطاب النادي الاهلي اللي قال وقتها ان البطوله يتم انهاءها قبل بطوله الامم كان بقى ليه سياق منطقي في عدد الايام قابل للتطبيق، بعكس ما حصل. فواضح يا كابتن خالد هنا مين اللي كان بيأجل مباريات وما بيلتزمش بيها، مين اللي كان بيغير في مواعيد المباراه، شيء واضح جدا ومترتبه شيء سبحان الله. قال لك مباراه تتأجل مره واثنين وثلاثه، هو شرح القصه فتطلع مباراه الزمالك والانتاج الحربي هي اللي تتأجل مره واثنين وثلاثه. لكن الشيء اللي انا مستغرب له في الفيديو اللي احنا استعرضناه ان كابتن خالد كان بيقول الزمالك ما كانش بيعترض. يا كابتن خالد، يا كابتن خالد، الزمالك ما كانش بيعترض لما كان بيتقال انا هطلع من برج العرب على الجزائر ومش هلعب المباراه بتاع المقاولين. الزمالك ما كانش بيعترض ده؟ لا كان بيعترض وما كانش بيلعب، وكان بنبدا نوفق على مواعيد نادي الزمالك. المباراه دي انا مش هلعبها، كان بيعلن نادي الزمالك التاجيل مباراته قبل ما اتحاد الكره يعلنها. فانت كلام غريب يا كابتن خالد، والله كلام غريب النهارده. لكن النقطه اللي اتكلم فيها كابتن خالد واللي اعتقد هيفضل يتكلم فيها كتير زي موضوع نادي القرن، هي فكره انك تلعب المؤجلات صفقات بصفقات يناير بتتلعب ومش والدوري ده اصلا هيتلعب فيه الدور الاول لما يمشي اصلا بانتظام 5 اسابيع بصفقات يناير. موضوع غريب جدا، ولكن اجبرنا ان احنا نرد فيه. واذا عدتم عدنا كل ما تتكلم في المؤجلات لازم نرد فيه. واول نقطه في المؤجلات لازم نوضحها، واتمنى بقى اعمال العقل، ان هل التاجيل ده كان رفاهيه للنادي الاهلي ولا كان لتعارض؟ يعني انا دلوقتي النادي الاهلي بيشارك في بطوله محليه وبيشارك في بطولة افريقيا، لو الميعاد مباراتين تعارض لازم تتأجل البطولة المحلية، لان اصلا الاتحاد المصري موافق على كده وموافق على 4 اندية يشاركوا. النظام المحطوط دلوقتي يا احمد عدد ايام قبل المباراة. طب لو المباراة ما كانش فيه مجال للعدد الايام دي هتضطر تأجل، فده ما فيش مجال للكلام. ده اللي حصل مع النادي الاهلي في 9 مباريات المؤجلة، منهم 6 مباريات مؤجلة تعارض يومي، هنعرضها على الشاشة وتقدر توقف في اي وقت اللقطة دي من خلال اليوتيوب او الفيسبوك وتشوف وتراجع التواريخ دي، لان النادي الاهلي اتاجل له مع الداخليه واتاجل له مع بيراميدز واتاجل له مع بتروجيت. ده كان الاسبوع السادس والثامن والتاسع، كان في الوقت ده النادي الاهلي عنده مباراه مع حوريه وعنده مباراه ذهاب واياب وعنده مباراه كمان مع النجم اللبناني ومباراه مع وفاق سطيف الجزائري، وكمان اتاجل له مباراه النجوم والجيش وسموحه برضه لارتباطات مع الترجي ذهاب واياب والوصل الاماراتي في السعوديه. المشاركات الافريقيه والعربيه بيقر بها اتحاد كره القدم. فلما تعرض المواعيد، يعني انا بتكلم في بديهيات، يعني عارف انت لما تقعد تعيد وتزيد في بديهيات الامر بيكون صعب، يعني موضوع صعب جدا ومحتاج طولة بال. المباريات الثلاثه اللي تاجلوا للنادي الاهلي اتاجلوا، اللي هي كان ذهاب واياب بينهم اسبوع، يعني الاهلي هيلاعب حوريه كوناكري بره السبت وهيرجع يلعبهم هنا السبت في مصر، ففي مباراه يوم الاثنين او الثلاث. النادي الاهلي لما بيرجع من افريقيا 2 او 3 فبتتاجل المباراه، مباراه ذهاب 2/11 مع الترجي التونسي ومباراه يوم 9، يعني 7 ايام هو اسبوع برضه، مباراه نهائي. فمش عايز مباراه زي دي تتاجل يا كابتن خالد، يعني موضوع تعبنا منه كتير جدا وما زلنا معاكم لعل التكرار يعلم الشطار ويوصل الهدف من الموضوع. زي ما حضراتكم بنستعرض مؤجلات النادي الاهلي، لكن في الوقت ده انا حابب اقول ان كمان مؤجلات نادي الزمالك اصلا للراحه كانت حوالي 5 مباريات، بل تعارض المباريات بس بين الاهلي والزمالك او الزمالك وبطولاته في افريقيا مباراتين. الزمالك كان عنده كام اراحه والاهلي كان عنده كام اراحه؟ الزمالك كان عنده 5 مباريات لاراحته بالظبط، اذا اعتبرناها راحه يعني بين الاسبوع. والاهلي اللي شارك في بطولتين دوري ابطال افريقيا طبعا موسم شهير ومضغوط ووصلنا كمان فيه للنهائي مع الترجي، كان عنده 3 مباريات فقط لا غير، اللي هي صدفة النهائي بين الاسبوع. لكن الحقيقه الموضوع الاهم بقى
طيب يا سيدي هيقول لك لا احنا خلاص متفقين، انت برافو عليك، انت فعلا كان حقك يتأجل لك التسع مرات، انت كان عندك تعارض في مواعيد المباريات، بس تعالى هنا بقى، هل انت كان عندك ان انت مزاج بقى انك تلعب بمزاجك وتلعب مباراه السهله الاول والقويه في الاخر، او ترحل القويه ليناير وتلعب لي في 12؟ النادي الاهلي لعب في شهر 12 سبع مباريات، ما فيش نادي في مصر لعبها. انضغط النادي الاهلي في شهر 12 لعب سبع مباريات، مباراتين فقط لا غير اللي اختلفوا ولعبناهم بعد يناير، اللي هم مباراه بيراميدز اللي هي اتاجلت بسبب مشكله حصلت بين النادي الاهلي، او مباراه النادي الاهلي وجيفا جيفارا الاثيوبي بره اتلاجلت يومين، فبالتالي اترحلت ماتش الداخلية واتلعب ماتش بيراميدز يوم 4، ده كان ماتش المفروض يتلعب في ديسمبر، وكذلك ماتش سموحه او ماتش المقاصه، يعني هي في النهايه مباراتين. لكن موضوع التاجيل لو الاهلي لعبه بدون ترتيب، هل في انديه اخرى هي اللي لعبت بالترتيب والامر كان بس ميزه للنادي الاهلي؟ يعني النادي المصري مثلا كان متاجله 6 مباريات، هل لعبهم بالترتيب؟ النادي المصري لعب 6 مباريات بدون ترتيب، وثلاث مباريات لعبهم برضو قبل الانتقالات الشتويه، وثلاث مباريات بعد الانتقالات الشتويه. اما نادي الزمالك اللي الكابتن خالد الغندور بيتكلم عننا احنا في فكره مباريات مؤجله من الدور الاول تتلعب في الدور الثاني، عنده ثلاث مباريات ما لعبش مباراه بالترتيب، كان عنده مباراه بيراميدز لعب مكانها المصري لما كان المصري كابتن مصطفى يونس هو المدير الفني، مش لا ايهاب جلال ولا حسام حسن، مع احترام الاثنين، واعتقد الامور واضحه جدا وقتها الكابتن مصطفى يونس خرج من كاس مصر من مركز الشباب، مع احترامنا لكل الانديه واحترامنا لكل المسميات، لكن تم اختيار المصري في توقيت ما هواش الاقوى للنادي المصري. المباراه الثانيه اللي هي مباراه اللي المفروض كان لعبها الزمالك هي مباراه الاسماعيلي قابل فيها بيراميدز، المباراه بتاعه المصري اللي المفروض هي ترتيبها الثالث واجه فيها الاسماعيلي بعد ما تم تسليم مش بس في اسوء احواله، بعد ما تم تسليم الملاعب للجنه المنظمه لبطوله امم افريقيا، فبقى النادي الزمالك في رفاهيه ان هو يروح الاسماعيلي بعيدا بقى عن خطابات الامن، او هو خلاص مش رايح الاسماعيلي او مش رايح الاسماعيليه زيه زي النادي الاهلي، ولكن للنادي الاهلي ميزه والنادي الزمالك عيب. فموضوع قتلب احسن وما زلنا بنعيده، وزي ما قلنا لعل التكرار يصنع الشطار، موضوع المؤجلات موضوع محسوم ومنتهي، وموضوع ترتيب المؤجلات لو في نادي كان متاجل له مباريات ولعبها بالترتيب تعالى له من النادي الاهلي. بالظبط يا احمد، وعايزين نقول ان من اسهل الحاجات في العالم كله ان انت ترد على شيء رقمي، يعني مواضيع التواريخ اللي تخص المؤجلات او صفقات يناير ده شيء رقمي يا احمد، فبالتالي هو انت مش محتاج تدعي فيه لان كده كده الارقام بتوضحه، ولكن الاصرار عليه هنا لا، انا عندي الشيء الرقمي بيوضح بس قاصد ان انا ازرع في ذهن الناس زي نادي القرن زي ما احنا قلنا فكره مغلوطه، محدش هيسمح ان شيء مغلوط يتم ترويجه. جمهور النادي الاهلي كان بيقول ان احنا نرد، لا لازم هنرد، خصوصا ان الكلام تفنيده سهل جدا، دي حاجه رقميه، انما الحاجه الفلكيه مختلفه تماما. فلكيه في الكوره طول عمرنا نسمع عن مبدا تكافؤ الفرص، انما مبدا تكافؤ الشمس دي حاجه جديده جدا، لازم نشوف الفيديو عشان نفهم ايه موضوع تكافؤ الشمس ده لان القصه كبيره قوي. حتى زمان لما كان مثلا اللعيبه العاديه لعيبه الانديه يروحوا يلعبوا في اسوان، تلاقي مثلا المقصه، المقاولين، الترسانه، الانتاج يلعبوا في اسوان الساعه 3، فانا كنت ساعتها في برامج يعني، والزمالك يلعب الساعه 5 باين، ويجي الاهلي لاول مره في تاريخ اسوان في ذاك الوقت يعني يقرروا ان هم يلعبوا على الاضواء الساعه 8، ليه؟ فنسال الحاج عامر حسين يقول لك عشان الدنيا حر والرطوبه، مع ان كان ممكن ده مثلا بيبقى في عز الشتاء، تلاقي مثلا الانديه اللي كانت بتلعب بقى المقاصه وبتاع بيلعبوا مثلا شهر 10 في الساعه 3، كان دول بني ادمين، وكان الشمس مبدا تكافؤ الشمس مش موجود، يعني مبدا تكافؤ الشمس ما بين كل الفرق مبدا تكافؤ الشمس مش موجود، انا اعرف تعامد الشمس انما مبدا تكافؤ الشمس. نحب نعرض الصوره، الاهلي كان بيلاعب اسوان الساعه 8، الزمالك كان بيلاعب اسوان في اسوان
مع أذان المغرب الدقيقة الأولى من المباراة ومكتوب حان الآن موعد أذان المغرب. هو كابتن خالد حسسني إن هو بيجيبوه يتعذب في الشمس وبعدين النادي الأهلي بيخلوه، أنا قصدي مش قصدي عليه هو أكيد، أنا قصدي على نادي الزمالك، ويخلوا النادي الأهلي يلعب الساعة 8. حتى النصر التعدين لما لعب مع نادي الزمالك يوم 29 في أسوان 29 سبتمبر 2016 لعب الساعة 8 والأهلي لعب الساعة 8. فمحاولة ما كانش في شمس، ما كانش في شمس عند الفريقين. أعتقد هو تأثير الشمس واضح بس ملوش علاقة خالص بمباريات النادي الأهلي. كلام غريب جدا مبدأ تكافؤ الشمس، بدأنا ندخل في قواعد كونية لما خلصنا المؤامرات الدنيوية. كان مهم نستعرض ده، ولما قلت ردوا ردينا في كل حاجة تخص تكافؤ الفرص. وأعتقد الحلقة دي مرجعية لأي حد من الأهلي أو من المنافس يقدر يرجع ليها. الأهم يا فارس إن الردود إحنا بنجيبها منهم فيهم، يعني إحنا ما بنتدخلش بأي حاجة في الردود. إحنا كل الحكاية لما بيتقال معلومة غلط عن النادي الأهلي بنردد، وما زلنا بنؤكد وهنؤكد في كل حلقة، موضوع التناول موضوع بديهي جدا، موضوع طبيعي جدا، وهنا مبدأنا التناول، ولكن منهجنا عدم التطاول. في فرق كبير جدا بين انك تتناول وانك تتطاول. اعتقد حلقه دسمه، ونتمنى ما نكونش اثقلنا عليكم ساعتين المره دي يا فارس. اعتقد اتمنى تكون بدايه موفقه لفكره الساعتين ان شاء الله. وعايزين بس نقول حاجه يا احمد قبل ما تختم، ابن النادي الاهلي او ابناء النادي الاهلي مش هم بس اللي اتولدوا جوه النادي، لان حتى في الانبياء ممكن يكون عندك ابن ولكن تكتشف ان الابن ده فيما بعد انت حزين ان هو ابنك. رساله موجهه لناس معينين اكيد هم فاهمينها يا احمد. هم اكيد فاهمينها ومش عايزين نخوض في التاريخ، لكن في مواقف كتير جدا بتبقى واضحه جدا وبتبقى باينه جدا، واللي مطلع على تاريخ النادي الاهلي هيكتشف ان احنا مثلا دوري في السبعينات ما خسرناش غير دوري واحد. صحيح هو احنا خسرناه بفارق هدف اعتباري، مباراه الزمالك والمحله الشهيره، لكن كانت حصلت تكه كده من هيديكوتي لما حب يمنح شاره القياده للكابتن محمود الخطيب، ازمه كبيره حصلت وقتها، واللي اعترض هو يعني ترتيبه الرابع في استحقاق شاره الكابتن. نتمنى من الجميع الاتساق مع الذات، ونتمنى من الجميع ان اللي لما ارتدى تيشيرت النادي الاهلي يكون دايما مقدر فضل النادي الاهلي عليه. حلقه جديده ان شاء الله الاسبوع الجاي زي ما قلنا شعارنا، تناول بلا تطاول، ويا رب ما تكونوش يا رب ما نكونش اثقلنا عليكم الساعتين دول، وتكون بدايه موفقه، وان شاء الله نلتقي على خير على حب الاهلي متجمعين. نشوفكم الجمعه الجايه. سلام.